صباح النور مشاهدينا وتحية طيبة عبر شاشة العربي 2. أخبار لبنان وغزة من خلال العدوان الإسرائيلي عليهما، وذلك سيكون ضمن جولتنا على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا، بالإضافة إلى فقرات متنوعة بسياق حلقتنا لليوم. دعوني أرحب بزميلي العزيز ميلاد. صباح الخير ميلاد. صباح الخير هبة، كيفك اليوم؟ أنا بخير، بتمنى أنت تكون بخير. أنا أيضا بخير، تحية للمشاهدين، وكما قلت حلقة جديدة من برنامج صباح نور مليئة بالفقرات والمواضيع والتقارير من بلدان عربية مختلفة. في العناوين لدينا في العناوين موضوع مهم جدا، نتحدث عن عالم ما بعد الحقيقة بين الأخبار المزيفة والتلاعب بالمعلومات أيضا. وأيضا يا هبة الأثار الاقتصادية للحرب على الدول المجاورة في فقرتنا الاقتصادية. اليوم فرح بكار تقدم لنا التمارين الرياضية، سنتطلع إلى هذه التمارين معك فرح. شرحت أدمي لنا اليوم. صباح الخير. صباح النور، ما كيفك؟ أنا بخير الحمد لله. اليوم عندنا تمارين لتنميل الذراعين، تمارين بتساعدنا إذا مثلا نمنا غلط أو صار في عنا تشنج هنا، وحتى يكون عنا تنميل بالذراعين حتى نشتغلنا على الكمبيوتر أو ورا مكاتب كثير بتصير إذا كان في عنا العصب شادد. فرح نعطيهم بعض التمارين لحتى يتخلصوا من هيدا الألم أو التنميل. نعم، بانتظار هالموضوع مهم جدا، وأعتقد سيكون هناك يعني مشاهدات عالية لهذا الموضوع اللي بيعانوا منه الكثيرين. أغلب الناس. روح أنا وأنت لمطبخ صباح النور والأطباق الشهية مع شاف الياس. شاف الياس صباح الخير. صباح النور هبة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. شاف الياس شو رح تقدم لنا؟ اليوم رح أقدم لكم الدجاج مع صلصة الكريمة بالإسبانيخ والطماطم المجففة مع الفستو، وحدها رح يكون البطاطا الحلوة وشوربة، شوربة الفطر اللي كل العالم بتحبها بكذا نوع فطر بدي أعرفكم عليها كمان، والخبز المحمص مع جبنة البارميزان. أها، بانتظار هالأطباق الشهية شيف. طبعا ذلك سيكون ضمن فقرتين خلال حلقتنا لليوم. شكرا جزيلا لإلك ومشاهدينا. البداية دائما مع جولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم مع ميلاد. إليك ميلاد. شكرا هبة. إذن إلى أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. مع استمرار العدوان على غزة ولبنان، مظاهرات في أكثر من عاصمة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان. نبدأ في دبلن عاصمة إيرلندا، كانت هذه المظاهرة كما نشاهد في الصور وفي هذه التغريدة والمشاهد للتلفزيون العربي. إيرلندا، مظاهرة حاشدة في العاصمة دبلن دعما لفلسطين وغزة. نزل الناس على الشارع دعما لفلسطين ولبنان طلبا بإنهاء الحرب. كذلك في اسطنبول مظاهرة لإنهاء الحرب ووقف العدوان كما نرى في هذه الصورة، وأيضا في التغريدة التالية. مظاهرة في اسطنبول تندد باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع. ومظاهرات كذلك في تل أبيب لإتمام صفقة تبادل الأسرى. إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى كما نرى في هذه الصورة وفي صورة أخرى. إلى لبنان الذي كلما اشتدت عليه المحن صدح صوت فيروز بأغنياتها وأناشيدها يبلسم جراح المتألمين ويشد همة الصابرين ويذكر السامعين بجمال هذا البلد. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي من أشهر أغنيات فيروز. أعاد نشر الأغنية الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم وأرفقها في هذه التغريدة. نتابع. صوت فيروز يعلو كنبضات قلب الوطن، يصدح عشقا وحنينا للبنان. هذه الأغنية أصبحت نشيدا عبر العالم وتغلغل في قلوبنا وأرواحنا وصار رمزا للوفاء للأرض التي نعشقها رغم كل الألم. نسم علينا الهوى هي صرخة وطنية، دعوة للعودة إلى حضن الوطن حيث الجبال شاهقة والبحر يهمس بحكايات الشوق، لنبقى أوفياء للأرض وللصوت الذي زرع فينا حب لبنان للأبد. تعليقات كثيرة كانت على هذه التغريدة. جابي يقول: فيروز خليك عم بتغني، هون السما قريبي، فيروز خلي صوتك يطير ويزوبع بهالضماير، بلكي بيوع الضمير، فيروز انت الجبل الغيم وأزرق، انت الصغير ووسع الدني، انت الأخضر الحلو، ولبنان بحبك تتخلص الدني. استعان جابي بكلمات أغنيات
السيدة فيروز. أيضا تغريدة أخرى من ندى: من فرقتهم الحروب والنزاعات والصراعات والإيديولوجية والحزبية والطائفية جمعهم صوت فيروز العظيم، فيروز الحب الذي لا يغيره الزمن. أيضا تعليق آخر من ميدوزا: خلال 21 سنة غربة في كل مرة أسمع هالأغنية مشاعر الحنين للوطن كأنني أفارقه للمرة الأولى، دموع الاشتياق لبلدي ومدينتي ومنزل الطفولة والشباب والذكريات لا أستطيع إخفائها. وأيضا تعليق آخر من مريم: وهل هناك أجمل من صوت فيروز؟ أغنية زهرة المدائن، أغاني بيروت، أغانيها للوطن الغالي لبنان، لبيروت وغيرها من الأغاني الخالدة بصوت الفنان الذي تقشعر به الأبدان. إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في منتجع مالارغو في فلوريدا وأمام المنزل الذي يقيم به الرئيس ترامب الذي استعاد البيت الأبيض من جديد، إجراءات مشددة لحماية أمن الرئيس الجديد. الملفت كان ما تم تداوله عبر المنصات عن كلب روبوت يساعد في الحراسة، خاصة بعد محاولة اغتيال ترامب. إليكم هذه المشاهد التي تم تداولها بكثرة في الساعات الماضية عبر المنصات. كلب روبوت يتجول أمام المنزل ويقوم بالحراسة، وإذا لاحظته يتصرف كأنه كلب عادي، يعني بيطلع شمال ويمين تقريبا مثل حركات الكلب يلي بيكون عم يحرس أي مبنى. هذا الكلب يعني كان كما نرى هون في الصورة يعني أثار إعجاب الكثيرين، وعلقوا أيضا على الموضوع يعني بين ترامب، وربطوا طبعا بين ترامب وبين إيلون ماسك. نتابع بعض التعليقات حول الكلب الروبوت. يونس يقول: هذه هدية إيلون ماسك بعد الفوز. وتعليق آخر من عبد العزيز محمد يقول: هذه أفكار إيلون ماسك. تعليق أخير من خالد يقول: هذا كيف يفهم أنك دخلت الموقع بالغلط. يبدو أن قصة الكلب سيكون لها متابعات بالأيام الماضية، لنعرف كيف ممكن يشتغل كلب الحراسة وكيف بيعرف إذا ما شخص بالخطأ دخل الموقع يلي عم بيتم حراسته. كانت هذه جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا لليوم. أما الآن إلى أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العربية، نتابع في مانشيت. يعني سأتوقف عند يعني التغريدات حول صوت فيروز. شو بيمثل لك صوت فيروز؟ أول بيمثل لي الحنين، بيمثل لي حب الوطن، بيمثل لي الجمال بكل يعني مناحي. والجمال يعني إحنا مرات هيك وخاصة بهذا الوقت دايما هيك بنقتصره على أشكال الناس وعلى الأمور اللي فيها تعديلات، ولكن الجمال الطبيعي، جمال طبيعة لبنان، جمال طبيعة فلسطين، جمال طبيعة بلادنا، هذا الجمال العذري يعني كما يسمونه من غير أي تدخلات، هذا شيء جميل جدا. تعرف مبارح يوم أنت عم تعطي هذا الخبر، وأنا مبارح كان عندي خبر عن تدمير يعني آلة القتل الإسرائيلية لغرفة التي اعتادت أن تكون موجودة فيها فيروز بأحد الفنادق بعلبك. ويعني عندما هيك شاهدنا الغرفة وهيك عملنا إسقاطات على هذا الصوت الذي نسمعه وهذه الأغاني التي نستمع إليها دائما وهالغرفة الجميلة، وحتى من بعد تدميرها هيك شعرنا جميعا بحزن وبأسى، وإلى أي مدى عن جد أنه آلة القتل هي مش بس بدها تنال من الإنسان، حتى من ذكرياته وحتى من تاريخه ومن حضارته.
مثل ما قلتي أكيد يلي صار بأوتيل بالميرا هو ليس المكان، المكان بيرجع بيتعمر، بس هذا المكان بينبض بذكريات، بينبض بصور، بينبض بناس. وبالتالي يمكن كما ذكرتي يعني آلة القتل الإسرائيلية تسعى بكل مكان، وصار معروف على أنه قد ما فيها تطمس هذه الهوية، هذا التراث الكبير، لأنه هي تواجه تراث كبير. صحيح. يعني هي مأزومة لأنه في تراث، في أصالة، في هوية مرسخة. يعني هي مش بس عم تحارب الناس، هي أيضا عم تحارب تراث مؤصل، عم تحارب التاريخ. صحيح. يعني وما بفتكر حدا حارب التاريخ وانتصر. صحيح. التاريخ هو شاهد، يعني وإلا ما كان صار تاريخ لو ما كان هالقد شاهد متجذر، وواحد من هالتاريخ هو صوت فيروز. صحيح. 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 هو مرتبط مع بعتقد مع كل دولنا العربية، وخاصة هي فيروز، يعني حتى أطلقت صوتها وأطلقت هذه المساحة، مساحة السلام، دائما لكثير من الدول العربية وللبنان. صحيح. أيضا، وهذا ما نتمناه دائما. صحيح. للبنان ولفلسطين. صحيح. أن يعم السلام فيها والأمن والأمان، والعمر الطويل لفيروز، لأنه الطويل. هي كمان طبعاً. بتمثل أمان طبعاً. بالنسبة لنا بصوتها. صحيح. وبحضورها. طبعا. نذهب أنا وأنت إلى حفل، في عنا زميل لنا ما بعرف إذا بتعرفه قام هيك بتغطية هذا الحفل، أتحدث عن الفنان كاظم الساهر القيصر الذي أحيا حفلا موسيقيا يوم الخميس الفائت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك ضمن جولته العالمية مشاهدينا بين الأمس واليوم. طبعا تفاصيل بالتقرير التالي اللي أعده زميلنا ميلاد وسينتيا. نشاهد التقرير ونعود. ضمن جولته العالمية بين الأمس واليوم، أحيا قيصر الغناء العربي المطرب كاظم الساهر حفل غنائي بالدوحة، غنى في أجمل أغنياته اللي كان بانتظارها الجمهور. قيصر الأغنية العربية، القيصر كاظم الساهر. أكيد فنان كان الكبير القيصر. طبعا أنا أول مرة أحضر حفلة، وحضرت حفلة الفنان طبعا الدعوة من عندهم الحمد لله والشكر. شعور أكيد من دخل شعور لا يوصف، يعني قلت لهم جسمي كزبراني، قالوا والله، قلت لهم والله كزبر. أحلى غنية لكاظم الساهر بالنسبة لي؟ صراحة الجديد مررتي بصدري، بس على قبل قولي لي ليه بيعنوا لك هالأغنية؟ بحب كاظم، وأنا ابني سميته القيصر على كاظم الساهر. ما أعرف، هي الأغنية أنا حسب ما أذكر بالتسعينات كانت من أجمل الأغاني كاظم الساهر، وكلش أحبها. والله هو كله محبوب زين، يعني حرام أقول عليه أغنية. حضرت الشط على مودك، تحني للعراق صح؟ أكيد. وبعدين هي الأغنية اللي طلعت كاظم للسطح. صحيح. يعني وأصور فيها معنى قوي. إيش قد تحب تتدلع تتمنى كلها تشبع. طبعا في أغاني عديدة، لا أنا أتأثر جدا بأغنية لا يا صديقي، الأغنية الطويلة الوحيدة. طبعا عند أغاني عديدة، زيديني عشقا، هل عندك شك؟ زيديني عشقا. ليه؟ كثير بحبها. مع انه صعب احكي لك بس اغنيه واحده، بس بتخيل زيديني عشقا. ليه؟ من انا وصغيره، يعني انا ماخذ حب كاظم عن ماما، فكانت دائما هي تكون حاطه الكاسيت وتعيد وتعيد بالمطبخ وانا اكون معاها.
يعني عم نحكي بنفس الموضوع، يعني كمان اغنيات بتردك لبلدك، صح، بتردك لطفولتك، لذكرياتك، ويمكن هيدا دليل نجاح الاغنيه. يعني احنا بنحكي انه نجاح اغنيه بكلماتها بالحانها، بس شو بتعمل فيك الاغنيه، صحيح، هو الدليل النجاح. وقد ايه بضل اثر، يعني في لها اثر ايضا، يعني عم نحكي عن زيديني عشقا، اغنيه قديمه، صحيح، ولكن حتى ساعه يعني هيك بتحسسك بشعور جميل لما بتسمعها، ما بتحس حالك بتمل، صح، منها ابدا، وبتدندنها بتضل كل الوقت. حسب مشاهداتي اكثر اغنيه نالت هيك صدى عند الجمهور كانت عبرت الشط، الله، او هذا اللون، هذا اللون عليك جنن، كان إلى عند الحضور وقع كتير، نعم، كتير خاص، يعني وقع علينا كمان، حلو. صحيح. على كل حال يعني كانت حفلة مميزة، وتستمر الحياة دائما يعني، أكيد، وهذا الجميل يعني هيك بكل الجمهور، فرح، اللي كان هيك فعلا عم بيبحث عن هالفسحة، فسحة الفرح. نذهب أنا وأنت إلى فسحة أخرى. فاصل فسحة أيضا، نعم، فاصل. من بعد مشاهدينا رح نكون مع فقرتنا الرياضية في الجسم السليم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى تمارين لعلاج تنميل الذراعين مع المدربة الرياضية فرح بكار. من جديد صباح الخير فرح. صباح النور ميلاد. تنميل الذراعين يعني ممكن تكون مشكلة إلى كتير، يعني يحدث عدة أسباب، بس بالمبدأ يعني هي تنميل الذراعين العادي بعيدا عن مشاكل القلب. أوكي. إذا كان عندنا مشاكل القلب هي بنراجع على طول حكيم، أكيد بنعرف هذا الشيء، ولكن إذا كان تنميل الذراعين بيكون أوقات بسبب أنه بنكون شغلنا مكتبة، فبنقعد فترة طويلة عم نشتغل على الكمبيوتر، فبيسبب عندنا تنميل منهم بسموه، هو له علاقة بالتراسك أو الرقبة وسلسلة الظهر، فمن هون ممكن يبتدي، ممكن كمان يصير ممكن إذا نمنا كتير على ميلة واحدة على إيدنا فمنقوم مخدرة كلها كاملة، ممكن يحدث عدة أسباب، ممكن كمان يكون عنا عصبنا يعني عنا نرفز، وكمان ممكن يسبب عنا تنميل توتر، أو توتر أو شد، كمان هيدول التمارين بيساعدوا بهيدول الحالات، مثل ما قلنا بعيدا عن مشاكل القلب أو إذا كان عنا مشاكل صحية أكيد بنراجع حكيم، ما بنعمل هيدول التمارين. تفضل. شكرا أمينة. يسعد صباحكم مشاهدينا، شاء تكونوا جاهزين لتمارين اليوم، مثل ما قلنا تمارين كتير مهمة، ولكن إذا كان عنا أي مشاكل صحية يفضل أن نراجع حكيم، إذا ما كان عنا أي مشاكل بنعرف السبب، ممكن يكون مكتبة، أو ممكن يكون قعدنا فترة طويلة، ممكن يكون شلنا شيء لفترة طويلة، نمنا عميلة واحدة، فهيدول التمارين رح يساعدوكم. محتاجين أي مكان تقعدوا عليه، كرسي، ممكن يكون كمان أرض مات، فيكن تقعدوا على الأرض، محتاجين حبل مقاومة خفيف بس شوي لحتى ننشط العضلات كمان قوياً، وإذا عندكم فوم رولر بسموه أو أي شيء ممكن يكون، ممكن تبرموا أي شيء هيك عالي وتحطوا عليه ظهركم بس حتى نعطي مسافة للإيدين حتى يتحركوا. بالمبدأ رح نقعد بمكاننا بس نحاول إنه نرخي العصب، فنحن رح نقعد هون رح نشتغل بالرقبة أكثر شيء والإيد، فنتخيل نحن عندنا تنميل، أول شيء رح نعمله رح شغل إيدي، رح حاول مد إيدي بعيد وشد الرقبة بعيدة ميلة تاني حتى رح حس بالعصب عم يتمدد وسترتش أو تمدد بالعصب كامل، وبعدين رح أرجع أرخي، أوكي، رح تفتحه تشده تاني ميلة بهذا الشكل، رح تحسه فيه على طول، وتنزلوا الإيد على التحشيفين، أنا عم بس بعد إيدي بس من زيت الوقت الكف الإيد عم يحاول ينزل على تحت، فرح أنزل بهذا الشكل، رح مدد وارجع، فيني إبرمة أطلع عليها تحت هون وارجع مدد بعيد وارجع أبرم وأطلع عليها بهذا الشكل، مدد أقل شيء 5 مرات على كل ميلة تبلش حس، ولما بتمدهم بتحسوا بالراحة، فيكن تهدوا وقت أطول وترجعوا بهذا الشكل، بعد مرة منشد، وأكيد حتى لو عنا تنميل بميلة واحدة يفضل مثل ما قلنا دايما على طول نعمل الجهتين، لأنه الأعصاب متصلة ببعضها، جسمنا وعضلاتنا متصلة ببعضها، فشايفين برخي إيدي لقدام بطلع عليها برجع روح تاني ميل بحس بالشد كامل، نعمل بعض مرة نرجع منروح. هلأ شو راح نعمل؟ راح حط إيدي هون، راح حاول إني أعمل ستريتش، وبزيت الوقت راح مدد إيدي بعيد عن الرقبة هذا الشكل، عملوها هون بالتبادل، بعدين مددوا تاني ميل وشدوا لبعيد، وحاولوا كمان مثل ما قلنا
مش بس تنزلوا الايد كمان بتكون تفتحوا شوي على برا، اوكي، تبعدوا المفاصل او الاوتار عن بعضها بهذا الشكل. نرجع من عيد نمدد لبعيد، نعمل ستريتش وكمان برفق على الرقبه لما بسحبها تاني ميل فما بشد فيها، اوكي، بكون بس بلطف قاعده عم مدد، نزل الاصابع ايد على تحت، برم على تحت، كمان افتح الكتف بعيد على شوي على ورا وتحت. بعد هيدا التمرين رح احاول اني اشتغل بالراس، فانا احط ايدي هون وبدي احاول اني اضغط بالرقبه على قدام حتى اضغط بايدي على ورا. انا هون مثبت راسي بس عم حاول اجي لقدام، في اعمل 5 ثواني هون، بعدين زيت الشي رح احط ايدي ورا كرمال افتح الايد، زيت الشي رح احاول اضغط براسي على ورا، وانتبهوا ما تسكروا كوعكم، لازم بيفتح الكوع، اضغط على ورا بالرقبه وحاول افتح قد ما فيه. هلا هون رح احاول اني بدي اضغط براسي بس بدي ثبت بايدي، فانا بهذا الشكل بدي احاول اني افتح كمان زيت شي، ما ترخوا الايد لقدام، حاولوا تفتحوها وتضغطوا، تخلوا الرقبه والراس على النص. زيت شي بتكرروا على تاني ميلي، بتبلشوا بالاول لقدام، فانتوا بتحاولوا تضغطوا لقدام وايدكم عم تثبت الراس على ورا كرمال تنشطوا الاعصاب. زيت الشي من ورا ايدي بحطها على مهل ورا، ظهري جالس، كل شيء جالس، بحاول اني اضغط بالراس على ورا وانا عم بفتح الكوع، اوكي، انا هون عم بفتح الكوع، انا مثبته وحاول اضغط على ورا. زيت الشي من هون من على جنب قد ما في، بحاول الراس عم يضغط لهونيك بس انا عم حاول ثبته بايدي، فبتحسه بتنشيط بالاعصاب والدوره الدمويه كمان. زيت الشي بعد هيدا تاخذوا حبل مقاومه وعملوا فيها حركتين لحتى تبعدوا الاوتار عن بعضها، او مثلا اذا شادد عندكم وتنشطوا الدوره الدمويه بالعضلات مش بس المفصل. فراح احاول اني افتح، شايفين لبعيد، ما بفتح كثير من ايدي، حاول بس ثبت كوعي هون وافتح من مفصل الكتف على برا، وزيت شي راح افتح بايدي على برا، شايفين كيف؟ راح استعمل حبل مقاومه لحتى تزيد شوي مقاومه الدوره الدمويه، راح افتح على برا، افتح شوي بعدن وارجع بهذا الشكل. افتح، امسك، شد عضلات الظهر، لازم تحسوا لوحين الكتف ورا عم يشدوا على بعض، والظهر والكتف، حتى لانه له علاقه مثل ما قلنا بسلسله الظهر كمان من برا والتراسك، فانت لما بتفتح هون انتبهوا كتفكم هون لازم يبعد، ما لازم يلزق، يبعدوا الاوتار عن بعض، بتحسوا المساحه وسعت بهون، بعدتوا المسافة بين الكتفين، فأنتم ما عم تشدوا على جوا، لا، أنتم عم تفتحوا على برا. أوكي، هنعملها بعد مرة مع بعض. على برا وشدوا، سكروا عضلات الظهر على بعض. زيت الشي بتاخذ تمرين، فيكم تمسكوه دبل أو إذا كان حبل مقاومة خفيف، أو إذا كان تقيل وحدة بفتح شوي شوي على برا. برجع زيت الشي، كل المبدأ هون إني حاول بعد مساحة بين الكتفين بعيد عن الأوتار والمفاصل والجهاز العصبي. ناخذ نفس، بفتح لبعيد وبرجع شوي شوي، لوحين الكتف عم يدقوا على بعض. كل تمرين اقل شيء كتنشيط 5 تكرارات، وثبتوا شوي شوي بالتمرين وانتم عم تعملون، مثل ما قلنا فينا نعملهم فوق قاعدين على الكرسي او حتى قاعدين على الارض. هلا منتقل هون، شو شغل هيدي؟ شو راح استعملها؟ راح احطها بهيدا الشكل، او اول شيء فينا نحطها هيك على التراسك، هيدي الميني حطوها ورا، وين هو التراسك؟ هو اعلى الظهر بالنص تحت الرقبه بالضبط، هيدا الوسط. فرح ننزل نحن شوي شوي نحاول نحطها ورا ونحط لوح الايدين بهذا الشكل. اللي رح احاول اني اعمله، انا بدي احاول افتح وارجع لقدام قد ما في، رح احاول افتح لوحين كتف ورخي كمان الكوعين على ورا الرقبة، هون بتكونوا مسندين الرقبة معكم. ناخد نفس لما بنفتح، الكوعين، الكتفين، كل شيء على برا، وارجع بطلع النفس. هلا بنا مع بعض كمان مرة، مثل ما قلنا 5 مرات أقل شيء، وهدوا خدوا وقتكم بالتمرين. هلا هون رح حاول إني لفها بهيدا الشكل بشكل طولي، اوكي، فرح تاخذ مساحه، في منهم بيجوا اطول وما عن ما لنا مشبكه هيك فما بتوجع، هيديك بيستعملوها اكثر، بتكون الاطول للظهر، فتحطوها بتثبتوها تحت الظهر على النص بالضبط، على نص لوح الكتف بين
الاثنين. اكيد هون لازم تكون راسكم عليا، بس انا ايدي هلا هون بحاول اني اسحب سكر بهذا الشكل، وصل الايدين على الارض وارجع مد، بس اكيد لازم تكون الاطول، واللي راسكم بتكون فيها بتكون مهدي الرقبه، لانه هيك تسبب التشنج اذا كان ما في شيء تحت الرقبه. فانا عم حاول مثلكم انه لازم يكون شيء عالي عن الارض، بحاول اني افتح وارجع مد بهذا الشكل. افتح كمان زيت الشيء فيه اعمل اني بس كون هون افتح ايدي وارجع، افتح ايدي على برا، سكر لوحين الكتف، اعمل ستريتش ومدد وارجع لهون. بعد هيدول التمارين بتعملوها مثل ما قلنا، بتجي وحده طويله مبرومه برم طويله ومش مشبكه هيك، هيدي بيستعملوها حتى بتكون الراس مرتاح عليها. بعد هيدا التمرين خذوا حبل المقاومه عن جديد، فيكن تعملوها انتوا قاعدين على الارض او على الهي، خففوا قد ما فيكن حبل المقاومه، ثبتوا ايدكن. رح حاول شوي شوي اطلع لفوق، بس تطلع لفوق ما بدكن تكبسوا الكتف على تحت، بدكن تحاولوا انكم ترفعوا الكتف على فوق، يعني مثل كانه الكتف كان تحت ترفعوه وتشدوا على فوق وترجعوا تنزلوا شوي شوي. رح تاخذوا نفس، ترفعوا وثبتوا ايدكم الثانيه هون. لما بترفعوا لفوق رح تحاولوا تشدوا الايد على فوق، تبعدوا قد ما فيكم مثل ما قلنا الاوتار والاعصاب عن بعضها، وترجعوا ترخوا. ناخذ نفس، نرفع لفوق، علوا شوي الايد بعيد ورجعوا انزلوا. بعد مرة خلينا نعملها زيت الايد، مثل ما قلنا لازم تعملوها على الجهتين حتى لو كان التميل بميلة واحدة. ثبتوا الايد الثانية هون عن جديد مع بعض، ارفعوا بالاول، بعد ما ترفعوا هون حاولوا تعلوا الكتف لفوق وترجعوا تنزلوا عن جديد. نرفع لفوق، بعد ما نطلع لهون علوا الكتف شوي لفوق، ثبتوا ورجعوا رخوا. نعملها مع بعض بعد مرة، نرفع بس نوصل لفوق، اوكي منعلي شوي الكتف ومنرجع. بعدين مننام على الارض. هدول التمارين رح حاول اني وانا مثبتي هون، واذا في افضل تثبتوا رقبتكم تحت شي بيكون افضل، اني حاول اني اطلع بالايدين على بعض هون وارجع انزل. بنفتح بنسكر العضلات، بثبت 2 3 4 5 برجع بنزل. اكيد الراس حاولوا تريحوا يكون على الارض، بس حاولوا تعلوا شوي ليكون بمستوى العمود الفقري. بنرجع بنزل هون، بعمل خلص 5 مرات. حاولوا انكم تمدوا، بعد ما تمدوا هون رح تسحبوا وتسكروا قبضه الايد وتنزلوا الكتفين على ورا. رح تمدوا تفتحوا الصبية قد ما فيكم لبعيد، ترجع تسكروا نزلوا الكتفين بعيد عن رقبي وتسكروا الصبية على بعض بهذا الشكل آخر مرة. مثل ما قلنا 5 مرات ونثبت، ما تعملوهم بسرعة، خذوا وقتكم بهدول التمارين. وأكيد لازم تعملوا مش ضروري يكونوا كلهم، تختاروا بعض التمارين هي مناسبة لكم حسب موقعكم، حسب شو عندكم أدوات، ومنها بتساعدكم إذا كررتون على الأقل مرتين إلى 3 مرات باليوم إذا كان في تمرين مستمر. ولازم يكونوا حسوا إنه أصلاً بلشوا يرتاحوا بالأساس، يعني بالأساس لازم بهدول التمارين لما بتحرك الدورة الدموية بتبعد الأعصاب عن بعضها، في حال كان في شابك أي أعصاب مع بعض أو شادد وأنتوا رخيتها وحطيت دورة دموية تشتغل وابتدى مثل ما بيقولوا يحمى المفاصل والعضلات، فأكيد المفروض التنميل يروح على طول. شكرا كثير لك فرح. شكرا لك، يعطيك العافيه، ولنا عوده معك اكيد بفقرات اخرى رياضيه. اما الان ننتقل للزميله هبه والدكتور احمد المقداد اختصاصي تجميل الاسنان والمعالجات بالليزر في فقرتنا الطبيه. شكرا لك ميلاد، ومشاهدينا ننتقل إلى فقرتنا الطبية، حيث تعتبر تقنية الليزر في طب الأسنان من التطورات الحديثة التي طبعا أحدثت ثورة في كيفية علاج العديد من مشاكل الفم والأسنان، حيث توفر هذه التقنية العديد من المزايا مثل تقليل الألم، تسريع الشفاء، تقليل الحاجة إلى التخدير وما إلى ذلك من التقنيات أو التأثيرات الأخرى. للحديث حول الموضوع ينضم إلينا دكتور أحمد المقداد اختصاصي تجميل الأسنان والعلاج بالليزر. ودكتور أحمد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم، يعني موضوع صباح النور لإلك، الموضوع يعني هيك
آني ومتجدد بشكل دائم. وهنا يعني أريد أن أسأل عن الليزر وهذه التقنيات الحديثة التي نستمع دائما ونرى دائما بأعيننا بأنه عم يدخل الليزر صحيح. فيها بقوة. كيف ممكن للليزر أنه يكون مسكن للألم دكتور؟ هلا أول شيء أنا بحب أحكي أنه عنوان حلقتنا اليوم حيكون نحن كشف المستور عن أسرار الليزر. نعم. وهذا الشيء حيكون معلومات مفيدة كتير للمتابعين. نعم. إن شاء الله. نعم. هلا بالنسبة لتسكين الألم أول شيء خلينا ننوه لشيء معين. الليزر اللي نحن عم نحكي عنه هو ليزر علاجي soft tissue laser، بيختلف عن ليزر تبييض الأسنان، بيختلف عن ليزر الديرما. فهو عبارة عن ليزر بمواصفات فيزيائية معينة قادر على إحداث تأثير معين على مستوى الأنسجة الفموية، يختلف تماما عن أي ليزر آخر. الليزر كثير من الناس ما بتعرف إنه الليزر مسكن للألم فبتفاجئوا طيب كيف الليزر وكيف بيسكن للألم. الليزر بيشتغل بأكثر من آلية لتسكين الألم. أول شيء بيأثر على النهايات العصبية، فالطاقة الناتجة من الليزر بتثبط انتقال إشارات الألم. الأمر الآخر الليزر بيحفزني من الشفاء، بيزيد من إنتاج الكولاجين فبيسرع لي الشفاء، بيخفف الألم. الليزر بيخفف الالتهاب، وتخفيف الالتهاب يعني تخفيف الألم. الليزر فيه خصائص مضادة للبكتيريا، يعني هو معقم للوسط اللي يطبق عليه. فأنا هون بضمن عدم حدوث عدوى وتخفيف الألم. نعم. فالليزر حاليا عم نطبقه يعني أي ألم داخل الفم، مثلا ألم نتيجة ألم لثوي بعد القلع، بعد الزراعة، بعد الجراحة، نتيجة قرحات قلاعية، ألام اللي بالفك، ألام اللي بعد الشد التقويم، فأي ألم في منطقة الفم والفك الليزر قادر على معالجة هذا الألم. والعلاج نهائي يعني. نعم. وحاليا عم نوصف مثل المسكنات، يعني كيف نحن عم نوصف مسكنات، فصرنا عم نوصف جرعة ليزر بطاقة معينة مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع، فإحنا خففنا من الحاجة لاستخدام المسكنات. نعم مهم جدا ما تتحدث به. أيضا من ضمن الأسرار التي تتحدث عنها هناك خاصية المعالجة بالضوء. نعم. هذا ما أيضا يتم الترويج له في الفترة الأخيرة، أخبرنا عن هذه الخاصية أكثر. الليزر أو المعالج بالضوء هي خاصية بنسميها الفوتو بيوموديوليشن، كانوا سابقا يسموها الكولد ليزر أو الليزر البارد. هي بتعتمد على شيء بنسميه اللو ليفل ليزر ثيرابي، المعالجة بطاقة ليزر منخفضة، طاقة من الليزر منخفضة بنطبقها على المنطقة المستهدفة، بتسرع لي من الشفاء، بتخفف لي من الألم، بتخفف لي من الالتهاب، بتعالج كل المشاكل وبتسرع لي من طور الشفاء. الليزر بيشتغل على أنه بيزيد من إنتاج جزيئات الطاقة جوا الخلايا، فهو بيزيد من النشاط الخلوي، يعني بيسرع لي شيء نحن بنسميه الالتئام أو الشفاء الذاتي. الأمر الآخر أنه الليزر بيحسن من التروية الدموية بالمنطقة المصابة، فبالتالي بيزيد نقل الأكسجين، فهذا الشيء بيسرع من الشفاء. ايضا الليزر مثل ما حكينا بيثبط نقل اشارات الالم، فبيخفف لي من الالم، بيخفف لي من الاختلاطات الناجمه عن المعالجات التقليديه السابقه. فخاصيه الفوتو بايوموديوليشن هي بصراحه من الخصائص الرائعه. اي علاج بطب الاسنان بعد ما ينتهي هذا العلاج انا بعده فيني اطبق هي الخاصيه. نعم. يعني احط الليزر على هالمنطقه مشان احصل كل هي المزايا والخصائص. نعم. وهذا الشيء طبعا يعني مثبت بالحالات اللي عم نشوفها يوميا، ومثبت بالدراسات اللي مؤخرا مثلا جامعة شتوتغارت بألمانيا بدراسة مؤخرة كان الليزر خاصية فوتو بايوموديوليشن طبقوها على علاج التهاب اللثة، فكان تخفيف الألم بنسبة 70% مقارنة بالطريقة التقليدية. ودراسة أخرى كان أنه خففت سرعت عملية الشفاء بنسبة 50% وخففت الحاجة لوصف المسكنات والمضادات الحيوية. مهم جدا يعني هذه التكنولوجيا، بنشوف نتائج ملموسة يعني. نعم. نتائج ملموسة حتى المريض وهو على كرسي المعالجة بيشعر بالاختلاف مباشرة. أه. هي ميزة الليزر. أه. نعم. طيب أيضا هناك أيضا من يتحدث عن أنه الليزر يدخل في علاج مشاكل المفصل الفكي الصدغي. صحيح. وهنا أريد أن أسأل يعني ماذا نقصد بهذه المنطقة بالتحديد، الفكي الصدغي عند الإنسان أعتقد هي هذه المنطقة. صحيح. و يعني هذه المرات بيكون هناك إزعاج فيها بشكل كبير جدا، أخبرنا عن هذه الحالة بالتحديد. المفصل الفكي الصدغي، مشاكل مفصل الفكي الصدغي، مفصل الفك هو تمصل الفك السفلي والفك العلوي بهالمنطقة هي. الأسنان هي صلة الوصل والعضلات هي المحرك. مشاكل مفصل الفك الصدغي أشخاص بيعانوا من آلام بمنطقة الفك أو صوت طقة أو صداع
أو شد بالعضلات، فهي من الآلام بصراحة المزعجة والمعقدة جدا، لأنها بتأثر على نمط الحياة فتكون جدا مزعجة للمريض. نعم. علاج مشاكل مفصل الفك الصدغي إلى بروتوكول متكامل. بعد الفحص السريري والشعاعي بنحدد سبب المشكلة ونحط خطة العلاج. نعم. حاليا من التقنيات الحديثة اللي بيدخل ضمن بروتوكول العلاج هو الليزر. الليزر بنطبقه على منطقة المفصل. الليزر نفس الشيء بخفف لي من التورم والالتهاب بمنطقة المفصل. الليزر بحسنني من حركة المفصل لأنه سرع لي الدورة الدموية، فزادت كمية الأكسجين اللي عم تصل للمنطقة وكل العناصر الغذائية الضرورية. أيضا الليزر بخفف لي كل الشد العضلي اللي بمنطقة المفصل وكل التأثيرات الجانبية من العلاجات التقليدية أنا تجنبتها لما استخدمت الليزر. سابقا كانوا يحقنوا البوتوكس بالعضلات. نعم. ولكن بكل الدراسات ثبت انه هذا الاجراء بالعكس انه ممكن يسبب ضرر على المدى البعيد. فميزة الليزر انه هو امن، ما عندي اي اثار جانبيه، سهل وسريع ومريح جدا للمريض. نعم. ولا يحقن اي مواد يعني ولا يحقن اي مواد. وهي بصراحه التقنيه هي جديده عنا، وحتى يعني هي جديده على مستوى الاطباء وليس على مستوى المرضى. فشيء طبيعي انه الناس يتفاجئوا بهي التقنيه. فدائما انا بسالوني طيب كيف الليزر وشو علاقته بالمفصل؟ يعني مشان يطمنوا المتابعين، هذا الشيء مثبت بالدراسات منذ فترة طويلة. نعم. يعني بجامعة هامبورغ بألمانيا في دراسة عن استخدام الليزر بمعالجة المفصل الفك الصدري، وجدوا أنه تحسين الألم كان خلال الأسبوع الأول من تطبيق الليزر بنسبة 70% مقارنة ب 40% بالطريقة التقليدية. نعم. بدراسة بالجورنال اوف اورال ريهابيليشن كان عن تطبيق كمان الليزر بمعالجة المفصل الفك الصدغي، فكانت تحسنت وظائف الفك بنسبة 65% بعد 3 جلسات مقارنة ب 35% بالطريقة التقليدية. واخر دراسة مؤخرا عن استخدام الليزر بمعالجة المفصل الفك الصدغي كان تسريع عملية الشفاء بنسبة 50% وتحسين الشد العضلي بمنطقة المفصل. وتم تصنيف الليزر هو أكثر الطرق فعالية بتخفيف الشد العضلي بالمنطقة المحيطة بالمفصل. دكتور، يعني خطر لي سؤال وأنت عم تتحدث عن ليزر، يعني نتحدث عن آلة. نعم. وهنا يعني عم نحكي عن آلة هي من تقوم بالعلاج أو بتقديم كل هذه الخدمات. صحيح. التي تتحدث عنها. أخبرني عن هذا الموضوع أكثر، يعني وين دور الطبيب؟ هل هو طبيب مرافق لهذه الآلة المعالجة، أو هو بحاجة فعلا هذه الآلة لطبيب متخصص أيضا؟ لأنه هذا الموضوع يعني مش عشوائي، هو يريد تخصص. صحيح. أكثر. بالنسبة لدور وخبرة الطبيب هي الأمر الحاسم والمهم والمفصلي بنجاح العلاج. السبب دور خبرة الطبيب. الطبيب اللي بيستخدم الليزر لازم يكون فهمان آلية تأثير الليزر على الأنسجة الفموية ونوع شعاع الليزر بأي نوع من الأنسجة الفموية عم يمتص. يعني أنا عندي مثلا ضمن الأنسجة الفموية في عندي شعاع الليزر ممكن يأثر على مادة الهيموغلوبين أو الميلانين أو الماء، ففهم آلية عمل الليزر بيخلي الطبيب يعدل من إعدادات الجهاز ليستخدم طاقة منخفضة من الليزر قادر على إحداث التأثير المطلوب. فبالتالي أنا ما في داعي استخدم كمية كبيرة من الطاقة، فأنا خففت من التأثيرات الجانبية اللي ممكن تصير أو التأثير على الأنسجة المجاورة. في نقطة مهمة جدا أيضا، يعني للأسف خلينا نحكي بصراحة وشفافية، الشركات اللي بتصنع أجهزة الليزر كيف بتسوق لأجهزتها؟ تعمل شيء بالجهاز إعدادات بنسميها البري سيتنج، يعني إعدادات مسبقة. فبتقله للطبيب إذا عندك إجراء قص اللتة لازم تستخدم هذا الأعداد. إذا عندك إجراء معالجة المفصل هستخدم هذا الأعداد. فهذا موحدة الإجراءات والإعدادات لكل المرضى. فهذا الشيء خطأ، لأنه كل مريض له خصوصيته. فأنا لازم عدل الإعدادات. عشان هيك بلاقي الطبيب أحيانا عم بيستخدم لمريض عم يعطي نتيجة بمريض تاني لا. لأنه لازم نحن نفهم هي الآلية لحتى نقدر نعدل الإعدادات لحتى يكون العلاج تبعي نوعي وفعال. الأمر الآخر والحاسم بخبرة الطبيب هو التكنيك المستخدم خلال تطبيق الليزر، يعني حركة الإيد، زاوية الليزر مع الأنسجة الفموية، المسافة بين شعاع الليزر والأنسجة المطبقة. هل أنا عم بستخدم الكونتاكت مود تماس مباشر أو نان كونتاكت مود بدون تماس؟ لأنه هذا بيأثر على كمية الطاقة اللي بتأثر على الأنسجة الفموية. بتذكر ذكرت شغله هلا بالبورد الامريكي لما كنا علمونا شغله بالسيفتي كثير مهمه، كان انه وات يو كانت سي كان هارت يو، يعني الشيء اللي ما بتشوفه ممكن يأذيك. وشعاع الليزر هو شعاع غير مرئي، فانا بكون عم طبقه بمكان ولكن له تاثير على نسج ابعد. فخبره الطبيب تسمح له انه يتحكم يحصر تاثير الليزر
فقط بها المنطقة لا يمنع الثيرمال دامج للسراوندينج تيشو، كل النسج المحيطة ما يصلها الضرر أو التأثير الناتج عن حرارة الليزر. نعم. فخبرة الطبيب هي أمر حاسم جدا جدا بهذا الموضوع. نقطة أخرى، خاصية الفوتو بايوميديليشن اللي حكينا عنها، هي الخاصية ما بتشتغل إلا إذا كانت طاقة الليزر محصورة ضمن مجال محدد، هو من 0.1 ل 12 جول على سنتيمتر مربع. هي بنسميها الانرجي دنسيتي، يعني كمية الليزر الحقيقية اللي بتصل للتيشو للنسج. فلو كانت كمية الليزر أعلى من هالرقم أو أقل فما حيحصل التأثير، فممكن الطبيب يطبق الليزر والمريض ما يستفيد. فهون خبرة الطبيب بمعادلات فيزيائية وحسابات سريرية إنه يحدد كمية الليزر للوصول للنتيجة المطلوبة. يعني دكتور أحمد مقداد اختصاصي تجميل الأسنان والعلاج بالليزر، بدي أشكرك جزيل الشكر على هالتوضيح يعني العميق بالحقيقة، وعرفتنا على يعني تقنية جميلة وجديدة وفعلا يعني واعدة. حشارك آخر سر، بس السر نعم. الأخير بدقيقة، والسر اللي أنا بعتبره هو الأكثر خطورة والأهمية، الليزر هو الأداة السحرية اللي حتنهي المعاناة والعداوة التاريخية بين المرضى والأطباء، لأنه نعم. هو بعيد تعرف تجربة العلاج بعيادات طب الأسنان، فالليزر هو كلمة السر بعيادات اليوم. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد. ومشاهدينا نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود مع أخبارنا المنوعة لليوم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا وإلى أخبارنا المنوعة. هبة، شكل الطعام يعني بيأثر عليك إذا بتتناولي الوجبة أو لا، أو خليني أقول كيف مجهز الطعام. أكيد أكيد أكيد، العين تأكل قبل الفم يعني، وبتخليك إذا هيك بتشعر إذا في عندك شهية على هذا الأكل أو لا. طيب رح خبرك خبر يبدو مش بس شكل الطعام، لون الصحن. أها، إليكم الخبر. نوع وشكل وكمية الطعام مشاهدينا قد يؤثرون على الشهية، ممكن أن نشعر برغبة بتناول الطعام أو عدمه من خلال شكل الطعام المقدم ورائحته، لكن يبدو أن لون طبق الطعام يؤثر أيضا على الشهية. أبحاث في هذا المجال وجدت أن الألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر تحفز الشخص على تناول كمية أكبر من الطعام، وبالتالي في خطورة لزيادة الوزن. بالمقابل الألوان الباردة مثل الأزرق تعزز من الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى خسارة الوزن طبعا على المدى البعيد. إذن إن كنتم تقومون بحمية غذائية لا تكتفوا فقط باحتساب عدد السعرات الحرارية، إنما اختاروا لون الصحن المناسب. مهم جدا هذا الخبر، بدي يصير اعتمد على الأزرق. أزرق غيري كل صحون البيت. نعم، بس تعرف أنه أنا من قبل كان عندي الصحون الأزرق، هلأ قاعدة هيك يعني عم بقارن بين هالفترة والفترة الماضية، هلأ مفتوحة شهيتي بشكل كتير كبير. يبدو أنه برتقالي. نعم. أو أبيض. أي نعم، ما حكيت عن الأبيض. لا الأبيض ما كان وارد بالليست. طيب الخبر اللي جاي بتعملنا البحث عن الأبيض، خلينا نعرف شو أنا أكل. يلا خلص. على كل حال خبر مهم جدا، ورح أخذك لخبر آخر عن التونة. لأي مدى بتحب التونة؟ بيكل تونة كتير. بتاكل تونة كتير. طيب الخبر اليوم عن علب التونة مشاهدينا، وقد تكون خطرة على الصحة. كشف تحقيق مثير للقلق أنه معادن سامة قد تكون كامنة في علب التونة، لاسيما المباعة في الدول الأوروبية. الاختبارات جرت على ما يقرب من 150 علبة تم شرائها في فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وبريطانيا، وتبين بعدها أنه جميعها ملوثة بالزئبق، وفقا طبعا لما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. التعرض للمعدن ممكن أنه يؤدي إلى إعاقة نمو المخ وإحداث تلف بالرئة، بيهدد الحياة، وقد ارتبط ببعض أنواع السرطان. التقرير كشف أنه إحدى العلب التي تم شرائها من متجر شهير في باريس كانت بتحتوي على مستوى قياسي بيبلغ 3.9 ميليغرام لكل كيلوغرام، أي 13 ضعف الحد الأقصى اللي هو 0.3 ميليغرام للكيلوغرام. ويستهلك الشخص الأوروبي المتوسط أكثر من 2.8 كيلوغرامات من التونة سنويا، أو ما يقرب من 25 علبة.
مقلق الخبر صراحة، لأنه خاصة أنه التونة عم تدخل بكتير كمان من أنواع الطعام، صحيح. يعني صار نضيفة للسلطات وحتى هي يعني هذه الوجبة الجاهزة بيوم يلي أنت ما عندك شيء تاني تاكليه، الناس بتلجأ لها سريعة التحضير، سريعة التحضير بقى يعني. واللي مقلق أكثر أنه الزئبق كان معدله مرتفع جدا بأحد العلب، يعني هيدا شيء مقلق انه واحد لازم ينتبه. فاذا على بتعرف يعني الزئبق اساسا بيدخل بالكثير من الامراض اللي هلا حديثه، صحيح. عم نسمع عنها ما في إلها علاجات، عم نحكي عن الصداع، عم نحكي عن اوجاع الجسم، عم نحكي عن كثير من المتلازمات اللي الزئبق له دور كثير كبير فيها، صحيح. شيء مخيف. خلينا نسال شيف الياس. يلا شيف الياس، صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ بخير ميلاد. ما بعرف اذا كنت عم تسمعنا، بس يبدو انه علب التونه مش كثير امنه. اكيد هلا كل شيء معلبات هو بفضل يكون اللي احنا عم نتناوله مش معلبات، وفي اكيد طريقه تحضير التونه بالبيت هي كثير سهله والله. فيها بيتحضر التونه من التونه الفريش أكيد. او الطازج بطريقه سهله اكيد، وبيضاين يعني ما هو ولا لا بدك يعني بدك تتناوله عند تحضيره. مزبوط. هلا الفرق انه المعلبات بيضاينوا لسنه لانه فيه مواد حافظه، صحيح. اللي موجود بالبيت نحن الكميه اللي بدنا اياها على يومين فينا 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 نستهلكها يعني. حلو، وتشز افضل شي مره بنحضرها. يلا بركي بنحضرها شي مره سوا. تفضل شيف الياس. هلا هون انا رح بلش بتحضير الطبق اللي عندي. عندي الدجاج مع الكريمه، عندي شوربه الفطر، وعندي الخبز اللي رح اقدمه مع شوربه الفطر. رح فرجيكم كيف. اول شيء انا هون بلشت شوي صغيره بتحضير الدجاج. الدجاج هو خالي من العظم، ممكن استعمال الدجاج انتم اللي انتم بدكم اياه خالي من العظم، اما دجاجه كامله. انا بلشت اقليهم شوي صغيره لياخذوا هيدا اللون. طريقه التقليه هي زيت وملح وزيت زيت وملح والبهار، بقليهم لياخذوا هيدا اللون، لانه انا بدي استعمل كمان زيت المقلايه اللي انا عم بقلي فيها لانهي الطبخه عندي. بشيل الدجاج على جنب، انا اللي بدي اياه يكون هيدا القصص اللي هن لازقه من الدجاج، بدي اياها هن بتعطيني نكهه، ما بدي تزيح على جنب، بدي خليها واستعملها لانه هيدي نكهه كمان موجوده بقلب الطبخه بتزيد. رح احط الزبده، رح احط شوي من زيت الزيتون، بلش بأول نار تحتها. هون عندي الكرافس، رح زيده على المقلاية خليه يتدبل شوي صغيرة لساعده انه يدبل. زد له شوي من الملح، مش كتير لانه كمان اخر شيء نحنا بدنا نرجع الملح نعدله. قليه بهيدي الطريقة، خليه يدبل مع الزبدة. وهلا المي اللي بتطلع من الكرافس، من الكرافس اللي هو كل شيء معلق بقلب المقلاية بيطلع وببطل ملزق. رح اتركهم هون بهيدي الطريقة. رح ضيف شوي من الثوم، رح ضيف شوي من الزعتر الفرنسي، بتركهم يدبلوا بهيدي الطريقة. هون على جنب أنا رح أحكي شوي على شوربة الفطر. شوربة الفطر كل العالم بتحب شوربة الفطر، أغلبية الأشخاص بيوصلوا على المطعم. شوربة الفطر هي من الشوربات الموجودة على كل تقريبا أغلبية قائمة الطعام موجودة بالمطاعم. أنا هون بلشت حطيت البصل اللي بيقولوا له الشالوت الفرنساوي، البصل المطاول مع زيت زيتون والثوم، بدي اقليهم مع بعضهم كرمال يدبلوا. انا قليتهم قبل بشوي قبل ما بلش مشان فرجيكم لوين انا بدي وصل طريقه طهي البصل. ما بدي ياخذوا كثير لون، شوي لون شوي صغيره. رح ضيف الفطر. فطر إذا بدكم تعملوا شوربة صدر تطلع طيبة، أنا المكونات حطيتها قدامكم على الشاشة. نوعه الفطر الموجود، في فطر اللي هو الأويستر، أما هو فطر المحار بيقولوا له، في موجودين بكل السوبر ماركت أما المحلات. في فطر الشيتاكي، في فطر الباطن مشروم اللي هو الفطر الفرنسي الأبيض. أنا نوعت منهم بيعطونا طعمة أكيد أطيب. رح أحطهم بقلب طنجرة فوق البصل والثوم. هلا الكميه بتشوفوها انتم كميه كبيره، بس بعد شوي
الفطر بيخسر كثير من المي، بيطلع مي منه لانه هو اسفنجي. يعني صار الفطر عندي هون، رح ضيف شوي من البهار الاسود، كمان البهار والملح، انتم بتعدلوا الطعمه باخر طبقه، شوي من الملح لساعد الفطر كمان لحتى يدبل، وراح ضيف الزبده. الزبده لطعمه لطعمه الشوربه تكون طيبه، زيدوا الزبده. هلا انتم اذا مستغنين عنا مش مشكله، بس انه اكيد بتعطي طعمه اطيب. رح اتركه هون حتى يدبلوا مع بعضهم، اقوي النار تحتهم. بس الفطر يتغير الحجم تبعوله منضيف له المي، انا حطيت كمان هون الزعتر الفرنسي. قبل ما اطحنه رح شيل منهم الاعواد، لانه هو الزعتر لحاله بيطلع من قلب الاعواد، بصير بقلب الشوربة عندي. رح اتركهم كمان ليدبلوا هون وبرجع للطبخة اللي عندي اياها. هون شفتوا كيف صاروا، هذا اللي بدي اياهم، ما بدي انا ياخذوا لون. رح ضيف لهم البيستاشيو اللي هو الفستق الحلبي، الفستق الاخضر، كمان قسمته قسمين للتزيين ولا القلي بقلب الطبقة، كمان مشان طعمة الفستق كمان تكون بقلب الطبقة مش بس على الوجه. هون مثل ما عم تشوفوا الريحة كتير حلوة، ضفت للحامض، رح ضيف جوزة الطيب والبهار الأسود وخلطهم مع بعضهم، ريحة كتير حلوة. جوزة الطيب مع الدجاج والكريمة وصلصة البيشاميل هو من العنصر الأساسي. رح ضيف الطماطم المجففة اليوم مع بعضهم، هون عندي الكريمة الطبخ، رح ضيفها للطبخة عندي، بخلطهم مع بعضهم. الملح منعدل له طعمته بالاخر. هلا بعد شوي على الغليان رح تعقد الكريمه، انا رح ضيف لها جبنه الريكوتا، ورح ضيف حركه شوي صغيره. هلا بس تسخن تسخن بتدوب بقلبها. هي جبنه الريكوتا والكريمه مع بعضها رح يغلوا ورح تنقص المي، واللي بصير عندي بتصير الصلصه الخواص تبعولها مثل ما انا بدي. رح ضيف السبانيخ، السبانيخ مغسل مسلوق ومقشر، السبانيخ بيخسر كثير كثير من حجمه من بعد ما نغسلون ونطبخهم، ورح ضيف الدجاج ليكمل الاستواء تبعوله بقلب الكريمه. هلا الدجاج اذا كانت الحبه صغيره بتتركوها مثل ما هي، واذا كانت الحبه كبيره انا عملتها بهذا الشكل قبل ما اقليها، قصيتها بالنص مشان عمليه استواء تكون متناسبه يعني مع كل شقف دجاج، ما يكون في عندي شقف دجاج اكبر من الثاني. رح اتركها هون تغلي وبرجع لشوربة الفطر. هون شفتوا كيف حجم الفطر صار قليل. رح غطيهم بالمي، اما اذا عندكم مرقة الخضار كمان، اما اذا حابين تفوتوا مثلا طعمة الدجاج، اما فوائد الدجاج على قلب الشوربة اللي انتم عم تعملوها، اذا عندكم مرقة الدجاج حطوها بقلبها هيك اذا عندنا اولاد، اما مرقه لحمه شوي صغيره وبدكم تفوتوا اللحمه والفوائد تبع اللحمه بقلبها ما بحسوا بطعمه اللحمه، بتكون بقلب الشوربه عندي. رح اتركها كمان تغلي، بس تغلي
ويستوي الفطر بطحنها وبنهيها معكم كمان بالحلقة بآخر بالقسم الثاني من الحلقة. هون على جنب عندي البطاطا، عندي البطاطا الحلوة رح أضيف قشر الحامض لها، أنا سلقتها وطحنتها، فيكم كمان تشوها، رح تضيف الزبدة، الزعتر الأخضر، هذه رح أقدمها على جنب، رح تضيف جبنة البارميزان بقلبها، بخلطهم مع بعضهم وبعدلهم الملح كمان آخر شيء. عطول تعديل الملح وطعمة الملح بقلب بقلب الطبخات اللي أنا عندي إياها، خلي يكون آخر شيء لأنه تعرفوا بيخسر من كمية المي، وإذا طلعت ملحة كتير صعب نرجع نظبطها. هون عندي الخبز رح أحط عليه شوي من الثوم الأخضر، الثوم والزعتر الأخضر، ورح أبشر جبنة البارميزان. الفرن أنا اللي عندي إياه 160 درجة، درجة حرارته محميه من قبل. رح فوت الخبز على قلبه، بدي اياه يتحمص، ما بدي ياخذ لون ويبقى من جوا طري. هون مع جبنة البارميزان والثوم والزعتر فوتهم بياخذوا لون حلو وطعمة كتير طيبة. هبة برجع لإلك، رح فوت الخبز على الفرن، كف الطبخة عندي وبشوفك بالقسم الثاني. شكرا لك شيف، بالتأكيد سيكون لدينا وقفة أخرى معك خلال الحلقة. ونذهب مشاهدينا إلى هذه الفقرة الآن، حيث يثير ويشير عالم ما بعد الحقيقة إلى ظاهرة تتزايد فيها المعلومات والأخبار التي تكون أقل ارتباطا بالحقائق الموضوعية وتؤثر على كيفية إدراك الناس للأحداث والحقائق. هذه الظاهرة تتضمن انتشار الأخبار المزيفة، تلاعب المعلومات، استخدام المشاعر بدلا من الحقائق في النقاشات العامة. للحديث حول الموضوع ينضم إلينا دكتور أحمد جميل عزم، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر. دكتور أحمد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يعني موضوع يعني عالم ما بعد الحقيقة، هذا العنوان المريب ربما قليلا بالنسبة لأي شخص عم بيسمعه لأول مرة، أخبرنا أكثر، ما هو التعريف الدقيق لهذا العالم؟ كيف بيختلف عن الحقائق الموضوعية اللي بنعرفها؟ يعني خليني أبدأ بالمصطلح نفسه، متى ظهر ومتى بدأ استخدامه وتطوره في القواميس، لأنه هو مش مجرد تعبير علمي مثلا لنقول أو مستخدم بالإعلام، أصبح الآن جزء من القواميس. لو دخلنا الآن إلى بعض القواميس اللغة الإنجليزية العالمية على كلمة post truth هنلاقيه موجود. المصطلح بدأ يظهر في التسعينيات بالتوازي مع الثورة التكنولوجية في عالم الإعلام يعني، ثم بدأ عام 2016 قواميس مثل قاموس أوكسفورد تحديدا بالعدد يرصد الكلمات اللي أصبحت دخلت أو التعابير اللي دخلت حديثا للغات وأصبحت تستخدم بشدة. ففي عام 2016 زاد استخدام هذا المصطلح 2000%، فدخل فاختاروا قاموس أوكسفورد ليكون مصطلح ذلك العام. أوكسفورد بتختار كل سنة، قاموس أوكسفورد الشهير بيختار كل سنة كلمة بسميها كلمة العام، فعام 2016 اختاروها ككلمة العام. العام هذا الأسبوع الماضي تحديدا يعني أهمية الموضوع تجددت، لأنه في عام 2016 كان المصطلح مرتبط كثيرا بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. الآن أعيد انتخاب ترامب، فجزء كبير من التفاصيل هذا المصطلح مرتبط بالحملات الانتخابية اللي قام فيها ترامب. مصطلح ما بعد الحقيقة مهم حتى نفهم شو بيصير في الانتخابات الأمريكية، مهم حتى نفهم شو اللي بيصير في غزة، في قطاع غزة، لأنه هو ببساطة بيرمز إلى أنه لحاجة مهمة جدا، أنه توجيه رسائل للناس بناء على هويتهم الشخصية، الهوية الثقافية العقلية. وبالتالي الناس في البوست تروث، انه مثلا اعطي مثال بسيط، لو السوشيال ميديا طلع فيها خبر
والناس تداولت هذا الخبر، وثم بعد ساعة أو ساعتين أو خمس ساعات تم نفي الخبر واتضح أنه الخبر غير صحيح. الناس عندها استعداد أنها تضلها مصدقة اللي حصل، فهذا هو ما بعد الحقيقة، أنه بعد ما تكتشف الحقيقة الناس بسبب انحيازاتها العاطفية وانحيازاتها الثقافية بتبقى مصدقة نفس الشيء وتجادل وتقول حتى لو الخبر مش حقيقي فأكيد المضمون حقيقي. وهي مشكلة كبيرة أصبحت حتى في الجامعات وفي غيرها، انه كيف تقنع، او في الاعلام انه كيف تقنع الناس التمييز بين الوشفول ثينكينج التفكير الرغائبي وبين الحقيقه. نعم نعم. طيب لاي مدى دكتور وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور ايضا بانتشار مثل هذه المعلومات او الحقائق اللي مزيفه بالحقيقه؟ يعني هي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سهولة نشر الأخبار، بسبب يعني احنا كلنا بنشوف على الإعلام بيكونوا كاتبين او على وسائل التواصل الاجتماعي بيكون محطوط خبر ما غريب عجيب، بيكون كاتبين كلمة في النهاية منقول، وكأنه اني اقول انه منقول انا تبرأت من مسؤولية هذا الخبر. لكن اللي اهم حقيقة من انه وسائل التواصل الاجتماعي نشرت هذا تنشر هذا النوع من الأخبار، يعني خليني ارجع للسياسة للانتخابات الأمريكية لقطاع غزة لهذا الموضوع، أنه لا في الآن شركات كبرى تقوم على استخدام فكرة ما بعد الحقيقة. يعني يمكن نستغرب لو قلنا أنه تم تقسيم البشر من بعض الشركات العالمية وبعض الجهات إلى أكثر من 5000 نوع من البشر. يعني كيف بيعرفوا عن يعني كيف بيعرفوا إحنا بالضبط أي بروفايل إلنا؟ أنا بسأل طلابي وطالباتي بقول لهم إنه اليوم برأيكم أنتوا نشرتوا حاجة عن حالكم على الإنترنت؟ فجزء كبير بيقول لك لا أنا ما نشرت ولا إشي، بمعنى ما عملتش ولا بوست ولا تويت ولا من هذا. بقول لهم أنتم متأكدين أنتوا استخدمتوا الكريدت كارد في الشراء أو البيع قهوة أو غير قهوة، تصفحتوا إنترنت، دخلتوا على مواقع معينة، يعني بشكل عام تسوقتوا عبر الإنترنت، شغلتوا الجي بي أس 500. يعني ممكنش بعض الشركات اللي بتشتغل على هذا الموضوع تجمع عن كل شخص فينا بما يعادل 500 نقطة مصدر معلومات. وبالذكاء الصناعي بنعمل لنا بروفايلينج انه احنا مثلا توجهاتنا دينية، توجهاتنا مش دينية، توجهاتنا مع الرياضة غير الرياضة، فنية غير الفنية، وثم تبرمج الحملات مثل بريكزيت، حملة الخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، او انتخابات ترامب، او حتى حملات انتخابات في دول كثير في العالم، بتبدأ توصلنا مسجات على السوشيال ميديا بتاعتنا من خلال البروفايل تبعنا. فإذا إحنا ناس بنآمن بالخطاب الديني بتبدأ توصلنا أمور إلها علاقة بالدين. إذا إحنا مهتمين بالرياضة بتبدأ توصلنا أمور بالرياضة. يعني إذا هيلاري كلينتون هي المنافس أو كاميلا هارس هي المنافسة لترامب، يعني بدرسوا إنه إيش النقاط اللي ممكن من خلالها يضعفوا وجود ترامب. يعني مثلا ترامب اشتغل في الحملة الأخيرة جدا، شفنا أمس كان في مشهد له وهو بيدير الموضوع السوشيال ميديا. انه مثلا اشتغل كثير ترامب في هاي الحملة على موضوع برنامج الحزب الديمقراطي لزواج المثليين، او لموضوع التحول الجنس من جنس الى جنس. فبتبدأ اذا بيشوفوا اذا انا مثلا شخص ديني، مثلا عندي خطاب ديني او محافظ اجتماعيا، تبدأ تجيني رسائل ضد هاي النقطة. فبالتالي بيصير بروفايلينج للشخص فينا انه هو شو توجهاته، وبالتالي بيتم العمل على هويتنا، على رغباتنا، على غرائزنا، على أفكارنا. ومن ثم بالتالي إحنا حتى لما يتضح أنه المعلومة اللي وصلتنا غلط بنضلنا مآمنين فيها لأنه حبيناها، لأنه بدنا إياها. موضوع خطير جدا طبعا. وكأننا نقبل على يعني على عالم أو على حياة ربما يكون فيها الإنسان يساق فيها بمشاعره وبرغباته أكثر من موضوع العقل والعلم والمنطق. اليوم هل هناك دور للعلم بمجابهة عالم ما بعد الحقيقة؟ طبعا مهم جدا، وإن كانت المهمة ليست سهلة. في النهاية في المناهج العلمية تدرس كيف تتحقق من المعلومة، كيف لا تنقاد. من المعروف بأنه يعني الشخص المتمكن من حقل ما من معلومات ما لا يسهل خداعه. بإمكانه أنه يحاكم المعلومة بنوع من الكفاءة ويتأكد هي
هي صحيحة أو غير صحيحة. فبالتالي المنهج البحث العلمي اللي بيركز على أن تعود إلى المصدر الأساسي وعلى أن تتلقى المعلومة من المصدر الحقيقي إلها، هذا كله يساعد جدا في أنه الناس لا تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه المعلومات. أضف إلى ذلك أنه لما يكون في عندنا شيء علمي لا يعود فكرة التجزيء اللي موجودة بالسوشيال ميديا ترضي الإنسان اللي بيؤمن بالعلم حقيقة، لأنه اللي يؤمن بالعلم يرفض أن يرى، يعني كان في كتاب إعلامي شهير قبل السوشيال ميديا لهربرت شيلر اسمه متلاعبون بالعقول، بيقول أنه الإعلام وأنتم سادة الإعلام، يعني هاي فكرة الرسائل السريعة مع الموسيقى السريعة مثل الطلقات حتى أنها يعني تجزئ المعلومة والإنسان ما يفكر فيها ككل. الإنسان اللي عنده عقل علمي يرفض أن يرى الصورة إلا من جميع الجوانب مع بعضها البعض، وينتظر أن يتأكد من المعلومة ويذهب إلى المصدر الحقيقي ويسأل ما هو المصدر. أيضا من ضمن يعني الأفكار اللي اليوم ممكن أنه الإنسان يأخذها هيك بعين الاعتبار، موضوع يعني هو الموضوع ليس محصور على الأشخاص المتعلمين أو الأشخاص المثقفين وكيفية مجابهتهم. يعني أنا أعتقد بأنه ربما هذه مهارة تحتاج إلى تطوير، أتحدث عن مهارة التفكير النقدي ربما طبعا. هل هذه المهارة يمكن أن يعمل عليها الشخص العادي حتى يقوم حتى بمجابهة هذه الأفكار أو هذه المعلومات المزيفة اللي بتأتي من كل حدب وصوب، يعني الهاتف، الشاشات، التلفاز، وكل الأماكن، يعني بالعمل، من الأصدقاء؟ اليوم كل شخص فينا صار يعني محاط بمثل هذه الأخبار المزيفة. تمام. مصطلح الفكر النقدي مصطلح مهم جدا. أحد المسميات الأخرى للفكر النقدي بيسموها مهارات التفكير العليا. مهارات التفكير العليا هي مدرسة ظهرت في الخمسينات أو الستينيات، بتقوم على أساس فكرة أنه في عندي 6 أو 7 خصائص للتفكير النقدي، اللي هو منزه عن الانحيازات الشخصية، القادر على أن يصل إلى المعلومة بشكل صحيح، القادر على أن يراها بشكل متكامل، القادر على أن يربطها بأهدافها وبمعانيها المستقبلية وبخططه على الأرض. فبالتالي بدأنا نرى كثير من المدارس، بدأنا نرى كثير من الجامعات، حتى من مراكز الأبحاث، من الجمعيات غير الحكومية التي بات لديها برامج الآن في التفكير النقدي. وهذا باعتقادي إشي مهم جدا، يعني أن يدرك الإنسان، يعني خليني أقول خلال أنا ملاحظتي، يمكن ما في عندي شيء علمي، لكن خلال آخر عدة سنوات لاحظت عدة أشخاص على الأقل في محيطي كانوا واجهوا أنفسهم أنه إحنا مثلا أدمننا على وسائل التواصل الاجتماعي وبحاجة إلى علاج. بمعنى أني أنا بصحى الساعة 2 الصبح بتفرج على التليفون إيش جاييني مسج أو مش جاييني، هذا اسمه إدمان. الآن بدأ تفكر الناس، لا أنا في عندي إيش اسمه تفكير نقدي، في تفكير عقلاني، أنا لازم أبعد. بدأوا يدركوا كم هم مكشوفين للعالم وكم يتم التلاعب فيهم في حالاتنا الكثير. وبالتالي بدأ لا يقول أنا بدي أرجع خطوة لورا وأفكر بشكل نقدي. وهذا مهم جدا أنا باعتقادي، أنه يكون وبحاجة أن يكون عندنا برامج حكومية وبرامج من الجامعات ومن الـ NGOs ومن الجمعيات غير الحكومية وغيرها حتى ننشر هذا الشيء. يعني عم تتحدث عن حلول فعالة ربما، ولكن هذه الحلول هي ليست فقط حكر على الأشخاص والأفراد بأنه هن حابين أنهم يخلصوا من طبعاً هذه طبعاً الأزمة، أزمة العالم ما بعد الحقيقة. نتحدث عن حتى دور للمجتمع، دور للقيادة، للحكومة، صحيح؟ صحيح. والخبرة الشخصية مهمة جدا. وخلينا يعني ظاهرة العولمة والسوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن عمرها حوالي 30 عام الآن، وهي تتطور. أذكر يمكن قبل أكثر من 20 عام ظهر كتاب لكاتبين سويسريين اسمه نيتوكراسي أو النيتوقراطية، ممكن ترجمناه بالعربي للنيتوقراطية، اللي هو بتحدث أنه مع الوقت سندرك بأنه جزء كبير مما نحصل عليه مجانا من وسائل التواصل الاجتماعي هو نوع إما بلا قيمة، هم وقتها سموه بحسب تعبيرهم قمامة، أو أنه موجه. وبالتالي قالوا لا، مع الوقت الناس النخب والناس اللي صاحبة التفكير النقدي ستبدأ أن تتجه إلى شبكات معينة ومصادر معلومات معينة، حتى ربما تكون غير مجانية، حتى أنه
يعني يركزوا انه يحصلوا على المعلومه بالطريقه الصحيحه ودون ان يتم محاصرتهم. يعني نحن ما يحصل امامنا قبل عصر الانترنت كنا كان اكثر اي خبير او اي محلل سياسي او اي محلل في اي تخصص لديه مجموعه من الدوريات، مجموعه من المطبوعات التي يتابعها بانتظام حتى يكون الفكره التي لديه، ربما لديه ارشيف الشخصي. الان لو سالنا الطلاب والطالبات والشباب والشابات هل يوجد لديك مصدر معين تتابعه، سنجد أن الغالبية العظمى يتابع ما يصله وليس ولا يذهب ولا هو يبحث هو ولا يبحث هو. فبالتالي مع الوقت سيكتشف ويكتشف الناس والشباب بأنه لا، أنا بحاجة أن أصبح إنسان مستقل خبير، لا تقودني المعلومة بل أنا أذهب إلى المعلومة التي أحتاجها من المكان الصحيح. دكتور بنصف دقيقة، نحن أيضا يعني بزمن الذكاء الاصطناعي صحيح. ويطور هذا الموضوع بشكل يعني مخيف جدا، هل الذكاء الاصطناعي له دور بهذا العالم، وهل له دور بإبعاد هذا العالم، العالم المزيف، عالم ما بعد الحقيقة عن حياتنا؟ الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، لو سنجد أنه أحيانا هو يضلل، هو يقوم بعملية التضليل، بالعكس هو من أكثر الأمور التي يقوم بالتضليل لأنها تشكل تكون المعلومات بسرعة وأحيانا يأخذ حتى المعلومات الخطأ الموجودة ويشكل منها شيء. لكن بإمكاننا بالذكاء الصناعي أيضا أن نجد مثلا نتحقق من المعلومة، نتحقق من مصدرها، فبالتالي هو الطريقة التي تستخدمها قد تكون مع عالم ما بعد الحقيقة أو تقينا من عالم ما بعد الحقيقة. نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد جميل عزم، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة قطر، على كل هالمعلومات القيمة. شكرا لتلبيتك دعوتنا. شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود مع التأثيرات الاقتصادية للحرب على دول الجوار، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. تؤثر الحروب بشكل كبير على الاقتصادات الوطنية ولها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الدول المجاورة من عدة زوايا، مثل التجارة، الاستثمار، العمالة، التضخم وغيرها. للحديث حول الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أحمد عقل. صباح الخير أستاذ أحمد وأهلا فيك. يا هلا فيكم، صباح النور. طبعا تأثيرات الحرب على الدول يلي عم بتصير فيها الحرب، فلسطين ولبنان، يعني ما في داعي نذكر إلى أي مدى هناك تأثيرات اقتصادية، لكن أيضا هناك دول مجاورة يبدو أنه للحرب عليها تأثيرات اقتصادية. شو هي أكثر هذه الدول أو أبرزها يعني، وأي نوع من التأثير؟ خلينا نبلش أول شيء أنه دائما الحروب تأثيرها بيكون ممتد ومتوسع بشكل موجات. خلينا نقول كل ما كانت الدول أقرب إلى مكان الصراع أو مكان الحرب، كل ما كانت الموجات موجودة بشكل أقوى، وكل ما بعدنا كل ما خف التأثير، ولكن حتى عن دول البعيدة هناك تأثير ولو بسيط. اليوم من الناحية العامة أكثر الدول التي تأثر اقتصادها بما يحدث، إذا بدنا نقول عندنا نحن اللي هو منطقة خلينا نقول الدائرة اللي هي مصر، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، إن نحن لبنان وفلسطين هني بقلب الحرب، ولكن هذه المناطق إضافة لا أبعد شوي بنسير منطقة العراق، الخليج إذا بدك، وعندك اليمن، وعندك وصولا لإيران كطرف إذا بدك بهذه الحرب أو النزاع. هيدا من الناحية العربية. هون من النواحي الأخرى شفنا تأثر كبير أيضا بدول أوروبية، بالرغم من بساطة خلينا نقول اقتصاد دولنا، ولكن الموضوع ليس فقط اقتصاد، هو متشعب. يعني ممكن دول اتأثرت بسبب حالة الحرب نفسها، مثلا الأردن، مصر عندهم حدود مباشرة مع فلسطين، وبالتالي هناك تأثر سواء كان بالنازحين، سواء كان بالاضطرابات على الحدود، سواء كان بتحركات الشارع الداخلي، مظاهرات وغيره. قديه هولندا بعيدة من كم يوم بأمستردام بسبب مباراة لكرة القدم، صار في تأثر، صار في مظاهرات، صار في خلينا نقول بعض أعمال شغب، وبالتالي هيدا أيضا تأثير اقتصادي لو بسيط صحيح. ولكن أثر على حركة السياحة وغيره. فمعظم دول الجوار، مصر، الأردن، العراق، سوريا، إيران، دول الخليج، اليمن،
يمكن هاي من أكثر الدول تأثيرا. طب خلينا نحكي شوي عن تأثيرات المباشرة. لما بنحكي اقتصاد مثل ما ذكرت بالمقدمة، بنحكي عن عمالة، بنحكي عن تجارة، بنحكي عن تبادلات اقتصادية وغيرها. صحيح. يعني هالأثر وين بيظهر؟ بأي قطاعات؟ بيظهر أكثر شيء بهاي الدول بقطاع السياحة. خلينا نبلش. بيظهر بالقطاع التجاري أيضا، مهم جدا وواضح. بيظهر بقطاع النقل. يعني بدي سهل شوي الأمور، دولة مثل مصر إيرادات قناة السويس انخفضت فيها ما يفوق 50% بناء لتقديرات بعض الخبراء، أكثر من 4 مليار دولار. وإذا توسعت رقعة الحرب أكثر وأكثر أو زادت مخاطر الحروب ممكن تتخطى 10 مليار دولار. ما بدنا نسميها خسائر ولكن أرباح أو إيرادات لم يتم تحقيقها، قلصت انخفضت بقناة السويس. طب ليه؟ لأنه من إحدى نتائج الحرب عبور يعني مضيق باب المندب واللي عم بيصير هناك، هذا كله أثر على حركة التجارة العالمية. تغير مسار السفن من اللي صار يبرم إذا بدك على رأس الرجاء الصالح أو على مناطق أخرى. وبالتالي نحن عم نحكي اليوم عن تأثر بحركة السفن، يعني زيادة تكاليف النقل، هيدا واحد. اثنين، إيرادات دولة مثل مصر بقناة السويس تأثرت بشكل واضح بهيدا الموضوع. ثلاثة، وهيدا كمان موضوع أساسي ومهم جدا، إنه هذه المناطق أصبح فيها نسبة خطر عالية، وبالتالي تكاليف التأمين على أي سفن، على أي أعمال، على أي قطاعات بهذه المنطقة أصبحت أعلى. فهذا خلى أسعار كثير من المنتجات ترتفع، لأنه نقلها صار بكلف أكثر، ولأنه تأمينها صار بكلف أكثر، ولأنه أيضا ببعض الأحيان إنتاجها خف. بنفس الوقت، طب في حالة حرب أو في حالة عدم اتضاح رؤية، بنسميها نحن عدم يقين، الضبابية يعني. الضبابية، الكثير من المستثمرين سوف يحجمون عن الاستثمار. المستهلكين، يعني أنا واحد من الناس اللي الشيء الغير ضروري أصبح غير مرغوب بشرائه، لأنه ما حدا بيعرف، خاصة بدول مثل اللي هي على خطوط تماس، على حدود مشتركة، ممكن بأي لحظة يقول لك يصير مشكل أكبر. وبالتالي أي شيء غير يعني ضروري أصبح غير مرغوب بشرائه، وهيدا خلى الأسواق وخاصة أسواق الفاخرة تتقلص بشكل كبير. طب بلبنان نفسها وبفلسطين وبسوريا كان في أسواق، وبالعراق كان في ناس عم تستهلك منتجات، هيدا كلها أيضا خف استهلاكها. بنفس الوقت حركة السياحة على المنطقة ككل أصبحت فيها نوع من الخطورة، البعض بيعتبر، خاصة أنه بكثير من دول أوروبا وأمريكا لا يعلمون الفرق بين سوريا ولبنان وفلسطين. هن بالنسبة لهم هاي كلها منطقة شرق أوسط، ميدل إيست، وبالتالي هذه منطقة غير آمنة، فبيخف إذا بدك حركة السياحة بشكل كبير. مثلاً الأردن، وشفنا يعني كتير كلام عن تعرقل حركة الطيران، لأنه صحيح. هيدا بيودي رسالة صحيح. على أنه يعني حتى إمكانية السفر ممكن أن صحيح. تكون معرقلة، وحتى أن يعني لم تكن، السائح أصبح يعتبر أنه هذه المنطقة غير آمنة، وبالتالي أنا لن أذهب إلى هذه المنطقة إذا ما كان في شيء يعني ضروري. هون بدي أقول الأردن تقريباً 60-70% انخفض القطاع السياحي. الناتج المحلي الأردني، الناتج المحلي انخفض بالربع الأخير من العام الفائت كان 2.6، بالربع الأول 2.2. توقعاته كانت نمو بحوالي 2.5-2.3، بينما هلأ نحن واصلين لـ2 وقد نكون أقل. ليه؟ لأنه في عنا ضغط من عملية نزوح، في عنا أيضا ضغط على الحدود، وفي عنا حركة سياحية. هاي الدول تعتمد على السياحة، الأردن، مصر، منطقة الشرق الأوسط ما فيها غاز وبترول بشكل كبير، ولو كان موجود هو مش كتير داخل بضمن إيرادات الدولة. إيرادات الدولة تعتمد بشكل كبير على خدمات، على نقل، على سياحة وتجارة، وهؤلاء تأثروا بشكل كبير. حتى التجار اليوم نقل بضائعه إلى مكان ما أصبح مكلف أكثر وغيره، وهيدا عطى ميزة تنافسية للبضائع الصينية، للبضائع التركية، لبضائع أخرى. وبالتالي كل العملية هيدي إذا بدك تأثيرها واضح، وهي كله بعدنا ما حكينا بتأثيرات إيران والنفط والبترول وغيره. نعم. طيب هل أيضا هناك أثر على ميزان المدفوعات للدول المجاورة من جراء الحرب؟ لا شك. إحنا لما نقول
ميزان المدفوعات، فنحن عم نقول الصادرات والواردات. اليوم خلينا نبلش بشكل عام، نحن اليوم أولا عنا بمعظم هذه الدول أصبح في عمليات نزوح، يعني كثير منا إذا بدك استقبل نازحين، هيدا بزيد من الضغوط على مستوى المصاريف المطلوبة بهذه الدول، أقله مصاريف صيانة الطرق، المرافق العامة وغيرها. نحن بنعرف أنه كثرة الاستهلاك تعمل بعض الضغوط على مستوى مصاريف. اثنين، بعض المساعدات التي قامت بها كثير من هذه الدول مشكورة للبنان، لفلسطين، لغيرها من الدول، أيضا بالنهاية هيدي تكلفة وهذه عبء على ميزانياتها، وإن كان واجب وطني وإن كان واجب قومي وإنساني وعربي، ولكن بالنهاية هي من الناحية الاقتصادية هي عبء أو مصروف معين عم تتحمله هيدي الدولة. ثلاثة، معظم هذه الدول منتجاتها كانت تنباع بلبنان أو بفلسطين أو بغيره، والآن أصبحت أقل لأنه الأسواق أصبحت غير مستقرة، وهن بطلوا قادرين أصلا يوصلوا بضائعهم، ولو كانوا قادرين فأصلا السوق نفسه بطل موجود بشكل واضح. فنعم كثير من الإيرادات بهذه الدول تأثرت وأصبحت مصروفاتها أعلى نوعا ما. طب شو بدور هون المؤسسات يعني المالية الدولية إذا بدك؟ صحيح. شو دورها بهيدا الإطار وسط الحرب؟ هون الدور مهم جدا، بداية بالنسبة للدول اللي فيها النزاعات، اللي هي حماية الناس، مساعدتهم، تأمين مطالبهم الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، وأيضا تأمين بعض الحاجيات مثل أمور علاج نفسي وغيره، هيدي بالدول اللي فيها الحروب. بالدول المجاورة كثير من هذه الدول أصبحت بحاجة لتعويضات أو لمساعدات، خلينا نقول لتبقى قادرة على استقبال النازحين وعلى خدمتهم ببعض الأحيان، لأنه هيدي تكاليف مهمة جدا، وبعض الأحيان في بعض المطلوب لهؤلاء النازحين من مثلا علاج نفسي، من تعليم، من شيء معين. أيضا مؤسسات الرسمية قد تكون هي أكثر قدرة على ذلك. يعني أكيد يعني في برامج مثل ما قلت، برامج حتى يعني صحية وغيرها واجتماعية، يعني هالبلدان لا شك وخاصة يعني ممكن تساعد، وخاصة نحن لما بدنا نقول برامج اجتماعية وصحية. صحيح. اليوم نحن بحاجة لعلاج نفسي لكثير من الأشخاص اللي شافوا ويلات بالحرب. صحيح. خاصة الجيل الصغير، يمكن الكبار قادرين أنهم يتأقلموا، ولكن الأطفال بحاجة. ونحن شفنا كثير من الدول العربية، قطر ودول الخليج و مصر وغيرها، استقبلوا كثير من هذه الحالات وكان لهم دور مهم جدا فيها. حتى اليوم تأمين التعليم هيدا مهم جدا ومكلف، مهم جدا أنه بهذه الدول يتأمنوا النازحين لأقله التعليم الأساسي، وكثير من هذه الدول فتحت مدرسة بعد الظهر أو. بالتالي نعم نحن بحاجة لبرامج صحية واجتماعية وتعليمية أساسية. نعم. أستاذ أحمد، سؤال أخير، هل هناك من استراتيجيات ممكن من خلال الدول المجاورة إما تخفف من أثار إذا بدك الحرب عليها اقتصاديا، أو تحسن من قدراتها الاقتصادية وسط يعني ما يجري؟ يعني شوف، بشكل عام يعتمد على مدى قرب الدولة وشو الأثار اللي شافتها، ولكن ببعض الأحيان ممكن النازحين يكونوا ثروة لهذه الدول. يعني أولا هيدا سوق إذا تم استغلاله بالشكل الصح وتأمين احتياجاته الأساسية، ممكن هذا السوق يتحول من عالة أو من ضغط على هذه الدول، ممكن يتحول لقطاع إنتاجي مهم. شفنا هذا الموضوع بالنازحين اللبنانيين والسوريين لما راحوا على مصر وعلى تركيا بفترات سابقة، فتحوا أبواب جديدة بهذه الاقتصاديات على مستوى مطاعم، على مستوى قطاعات أعمال كثيرة، أصبحوا رواد أعمال مهمين. أمنوا لهم هذه الدول، أمنوا لهم بنى خلينا نقول تحتية جيدة، قوانين تسهل عملية أن يقوموا بالأعمال، وهذا خلى كثير منهم حتى خلص يصبح مقر إقامتهم الدائم هذه الدول وتقوم فيها. فبتصور هذه إحدى الاستراتيجيات المهمة، ولكنها تعتمد على نوع النازحين وعلى أيضا الدعم الخارجي أو دعم الدول نفسها لهؤلاء النازحين، ومدى تأمين قدرة الدول على تأمين هذه الحاجيات. بتقديري أنا أنه بكل هذه الأخبار السيئة يبقى هناك بصيص أمل مهم جدا، أنه بالنهاية هؤلاء الأشخاص لما عم ينتقلوا عم بيفتحوا لك باب استهلاكي جديد بدولك، وبالتالي هيدا بخلي الصناعات وقطاعات الأعمال ممكن أنه يزيد نوعا ما، إذا تم مثل ما قلنا تأمين هؤلاء الأشخاص وتقديم كل ما يحتاجون للقيام بهذه الخطوة.
شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أحمد عائل على كل هذه المعلومات. شكرا لك. وكالعادة أنت ضيف عزيز ولنا لقاءات أخرى اقتصادية حول موضوع الحرب وغيره. شكرا جزيلا. شكرا. أما الآن إلى تقرير جديد. أقامت الفنانة التشكيلية العراقية أمل الصندوق معرض الشخصي تحت عنوان مشاعر ملونة، حيث ترسم بأسلوب توثيقي خاص ومبتكر دون استخدام فرشاة، وذلك بسكب الألوان على الورق. تفاصيل في التقرير التالي، نذهب بعده إلى فاصل ثم نعود مع تلاكات والزميلة ماري تراز معلوف إلى تقريرنا. المعرض بعنوان مشاعر ملونة تجربة جديدة لأول مرة أنا أستخدمها وأسوي بها معرض. هي عبارة عن سكب حبر على ورق كانسون بمساعدة عامل مساعد سائل عامل مساعد مع الحبر. فأولاً ينطيني ألوان مختلفة، من يختلط لونين ثلاثة أربعة ينطيني ألوان أخرى أنا مو ببالي، وما أستعمل الفرشة بالرسم. هذه الفكرة أنا يعني ما حد سابقني بها، أنا أول وحدة أوصل لهذه المرحلة، وجتيني من نتيجة تجارب هواية أنا سويتها. يعني أنا تقريبا هذه صار لي 5 سنين أنا أسوي تجارب عليها إلى أن هسه اكتملت عندي، وبعد عندي أفكار أريد أطرحها من خلال تجارب أخرى. معظم أعمال الفنانة أمل ما تنتمي للأعمال اللي هي ذات مضمون أو ذات عمق درامي، بقدر ما هي تنتمي إلى جمالية شكلانية وبساطة الطرح. معظم الأعمال بها شيء من الغموض لأنها تتناول قضايا عميقة بالمشاعر الإنسانية، وهذا يتضح من عنوان المعرض مشاعر ملونة. اللي نجحت به الفنانة أمل الصندوق هو البعد الشاسع عن الواقع والبعد الشاسع عن المرئيات، قدرتها على أن تبتكر أشكال هي ليست من المرئيات في شيء. أهلا بكم مجدد مشاهدينا، والآن فقرة كلاكات مع الزميلة ماري تراز معلوف. صباح الخير ماري تراز. صباح النور ميلاد، صباح النور لكل المشاهدين. ماذا بالفقرة اليوم؟ اليوم رح نبلش نستعرض الأفلام يلي رح تشارك بمهرجان مراكش يلي قام بمؤتمر صحفي وأعلن عن مجموعة الأفلام لهالدورة يلي بتنطلق مع نهاية هيدا الشهر، وكمان فيلم افتتاح القاهرة يلي هو فيلم فلسطيني، ومجموعة من الأخبار. تفضلي. شكرا. مشاهدينا، مثل ما ذكرت تفتتح الدورة 21 من مهرجان الدولي للفيلم بمراكش بفيلم الأمر أو The Order للمخرج جاستن كورسل، وهو فيلم إثارة بوليسي للمخرج، وبيعود إلى مهرجان مراكش من بعد ما فاز بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمه الأول، وشارك أيضا بعضوية لجنة التحكيم بالدورة 19. رح تقام هالدورة من 29 نوفمبر ل 7 ديسمبر المقبل، بيشارك 70 فيلم من 32 دولة موزعة على مختلف أقسام المهرجان. المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة والقارة 11 وبانوراما السينما المغربية، ثم هناك أيضا عروض للجمهور الناشئ والأسرة والأفلام التي تقام بإطار التكريمات. تهدف المسابقة الرسمية بالمهرجان للكشف عن المواهب الجديدة بالسينما العالمية، ورح يتعرف على مشاركة 14 فيلم تعتبر بمثابة الفيلم الأول أو الثاني لمخرجيها. عم بيقدم المخرجان المغربيين سعيد حميش بن العربي وهند المدب على التوالي. سعيد عم بيقدم فيلم البحر البعيد، وهو فيلم رومانسي
مشع عن المنفى، وهند عم بتقدم السودان يا غالي، وهو عبارة عن قصيدة شعرية تتحدث عن مقاومة الشباب السوداني. وهذا الفيلم أيضا رح يكون فيلم افتتاح دورة أجيال القادمة مع نهاية هذا الأسبوع. من الأفلام أيضا المشاركة من الصومال فيلم القرية المجاورة للجنة للمخرج مو هراواي، يلي بيحكي عن الحب والصمود. هناك أيضا أفلام طويلة بعروضها الأولى عم بغوص محمد حمدي ودانيا ريموند بوغونو بتاريخ بلادهما مصر، من خلال فيلم معطر بالنعناع وفيلم من الجزائر فيلم العواصف، يلي عم بيقدموا المهرجين بأول عرض عالمي له. قصة ما تعيشه عائلة فلسطينية يوميا بحيفا رح نقدر نشوفها مع فيلم ينعاد عليكم للمخرج اسكندر كوبتي، واللي كان عرضه العالم الأول بمهرجان البندقية السينمائي. من جهة تانية عم بيقدم نبيل عيوش العرض الأول بالمغرب لفيلمه الجديد الجميع يحب تودا، يلي كان انطلاقته بمهرجان كان السينمائي، وعم يرسم صورة قوية عن امرأة حرة توجهت في أداء شخصيتها الممثلة نسرين الراضي. أما محمد روزولوف فرح يكون حاضر مع فيلمه بذرة الطين المقدس، يلي يعد بمثابة صرخة قوية من أجل الحرية بإيران، وعم بيصور بفضاء مغلق عائلة إيرانية قبل ما يتحول الفيلم إلى فيلم إثارة. كمان من لبنان يعرض فيلم مثل قصص الحب، وهو فيلم وثائقي للمخرجة ميريام الحج. ورح تكون السينما المغربية حاضرة بقوة هذه السنة بهالدورة من خلال 12 فيلم رح يتم عرضهم بمختلف أقسام المهرجان، ورح يكون هناك قسم الجمهور الناشئ والأسرة من أفلام موجهة للأطفال والمراهقين يلي بتتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، إضافة أكيد إلى جمهور العائلات، وهناك 12 عرض يخصصوا كعروض سينمائية لألو. رح ننتقل لخبر آخر ومهرجان آخر وفيلم لبناني بعنوان جروب بيروت يعرض في وانتر تور للأفلام القصيرة بسويسرا، وهالفيلم القصير هو لدانييلا ستيفان يلي حمل عنوان جروب بيروت، وبيستند لعواقب انفجار 4 آب في بيروت عام 2020. وهالفيلم شارك بالدورة 28 من هالمهرجان يلي هو مهرجان يخصص للأفلام القصيرة بسويسرا، وبتستمر فعالياته لغاية 10 نوفمبر اليوم. وهالمهرجان القصير يعد مؤهلا وهو مثل تحضير لمشاركة الأفلام بجوائز الأوسكار والبافتا وبعدة أفلام ومهرجانات أوروبية. بيطبع فيلم جروب بيروت قصة مونيا وهي تبحث عن قطتها الضائعة بين الأنقاض يلي خلفها انفجار مرفأ بيروت، وبتلتقى بصديقتها المقربة غدي يلي بتهتم أكثر بمغازلة صحفي بريطاني، وبينتقلوا سوا عبر بقية هالمدينة بمهمة لاستعادة يلي فقدوا. عرض الفيلم لأول مرة عالميا بمهرجان أنتر فيلم ببرلين للأفلام القصيرة، وافتتح مهرجان طرابلس السينمائي للأفلام عام 2023، وعرض بأكثر من 12 مهرجان سينمائي مرموق وفاز بأربع جوائز. رح ننتقل إلى الخبر الأخير، حيث أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم الفلسطيني أحلام عابرة لافتتاح الدورة 45 يلي مقرر أن تقام بالفترة بين 13 نوفمبر و 22 نوفمبر القادم. هالفيلم يعرض لأول مرة بالعالم، وهو فيلم روائي طويل إخراج وكتابة رشيد مشهراوي، ويقوم ببطولته عادل أبو عياش، إميليا ماسو، أشرف برهوم، وموسيقى لجوهان كورتت. هناك أفلام عديدة عم بتشارك بها الدورة من هالمهرجان، لكن هذا الفيلم هو فيلم الافتتاح، واللي بيروي واللي بيصور ببيت لحم بفلسطين سامي يلي بيبلغ من العمر 12 عام، وبيخدنا برحلة ليوم واحد وليلة واحدة برفقة عمه وابن عمه الأكبر منه بسنتين بحثاً عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي. ومن هون تمتد هالرحلة من مخيم اللاجئين بالضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة، بما في ذلك بيت لحم،
القدس القديمة وحيفا. من خلالها منكتشف ما يحدث والواقع العبثي يلي بيعيشوه بالحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصيتهم، على علاقتهم، على نفسيتهم وعلاقتهم بالآخرين. من أبرز ما نحكي فيه عن مهرجان القاهرة السينمائي يلي رح ينطلق عفواً بعد 3 أيام، صرح رئيس المهرجان حسين فهمي أنه هالدورة من مهرجان القاهرة تأجلت العام الماضي بسبب أحداث غزة، لكن كان كتير من الصعب أنه يحتفلوا ويقوموا بالريد كاربت بظل كل ما يحدث بلبنان وغزة واللي عم بيصير. فأكيد قدموا هالدورة للشعب الفلسطيني ورح يكون فيلم الافتتاح من فلسطين. شكرا لك ماري تريس. شكرا لك على هذه الأخبار. يعني تبقى السينما فيها رسائل ويعني وبتقدم وصوت، يعني لحتى كمان يعني من خلاله نوصل على الأفلام. لاحظت أنه من الأفلام المقدمة أداء أيضا هالمخرجين عم بيحاولوا قد ما فيهم، إن كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، إيصال الهوية، إيصال الأصالة، يمكن هيدي فرصة كمان للناس اللي ما بتعرف تصير تعرف عن هالشعوب ومعاناتها بقصص من كل أنحاء العالم العربي، يعني ليس فقط فلسطين ولبنان يلي عم بيعيشوا الحرب اليوم، هناك كمان بالسودان، اليمن، معظم هالبلدان عم بتعيش حروب مختلفة. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. خلينا أنا وأنت نروح للشيف الياس. يلا. ونشوف بهالفقرة الثانية شو رح بيقدم لنا شيف الياس. مرحبا من جديد. مرحبا. شو رح نقدم بهالفقرة؟ هالفقرة بدي أنهي الأطباق اللي أنا عندي إياها، بدي زين شوربة الفطر مع الخبز وشوف كيف رجع صار، والبطاطا الحلوة مع الدجاج كمان هيك إضافات شوي صغيرة على وجهة بتعطينا شكل حلو وطعمة طيبة أكيد. طب على سيرة البطاطا الحلوة، ما في زمان تراز من عملها مثل البطاطا العادية، يعني بطريقة اللي يعني افترض إذا بدنا نشويها بالسلق نفس المعاملة مثل البطاطا العادية اللي بنعرفها؟ هلا اذا بدك تروح للشوي البطاطا الحلوه خليها بقشره كمان مثل البطاطا تقريبا زاد الشيء، بس البطاطا الحلوه خاصه خليها بقشره وشويها اما اقسمها بالنص بس خلي القشره عشان ما تنشف من برا، وبالسلق خليها بقشره كمان افضل كمان بالتقشير وبكل شيء. نعم. ايه بالسلق يعني اليوم عم شوف اكثر واكثر صرنا عم نستخدم هالبطاطا الحلوه ان كان بالبوريه او بالسلطه، يعني وانت يبدو بتحبها للبطاطا الحلوه، يعني بين صرت شايفك بين اللقطين والبطاطا الحلوه عم تضيعنا. لا هن تنيتهم طيبين بضيفوا هيك نكهه غير صحيح. احنا ولازم نستعملهم قليل ما بنشوفهم عم بيستعملوا بالبيوت. صحيح مفيدين جدا. يلا تفضل شيف. انا رح بلش هون بالشوربه، شوربه الفطر طحنتها، عدلت لها الملح تبعولها كمان وشفتوا كيف القوام تبعولها، ما منكتر لها كثير مي، عدلت لها الملح. الكريمة أنا رح ضيفها على الوجه، ما رح ضيف بقلبها لأنه كمية الزبدة هي بتعطيها طعمة هيدي اللي هيك الكثافة اللي أنا بدي إياه. إذا بدكم ضيفوا الكريمة كمان ما أنا مشكلة، بس أنا بفضل إنه ما تنضاف. الفكرة منها إنه بغير لها كمان لونها، اللون هيدا هيك كتير حلو لون الفطر. تحط الخبز المحمص على الوجه بهذه الطريقة، ممكن تقدموه هذا الشيء، هذا الخطوة بتعملوها قبل ما تقدموه على الطاولة، وإذا بتحبوا ممكن تقدموا الخبز على جنب. كمان عندي شوي من الفطر كمان قليتهم قبل للتزيين، بيعطوا كمان شكل حلو. رح ضيف شوي من الكريمة على الوجه، ما رح كتير هالكمية. صار في عندي اللون البني، لون الخبز، لون شفتوا الألوان كان صارت كتير حلوة، لأنه نحنا من طعم بنقول طعم العين قبل ما نطعم الفم. المنظر كتير بيأثر على المأكولات اللي احنا عم نعملها. عندي الثوم المعمر رح احط على الوش، وإذا عندكم زيت الكاما ممكن تضيفوا عليها زيت الكاما شوي صغيرة أما بقلبها، بس ما تكتروا كتير. صارت جاهزة عندي هون شوربة الفطر. رح اجي للبطاطا الحلوة، رح ضيفها البطاطا الحلوة من بعد ما تهرسوها
كمان رجعوا رجعوها على النار مشان كمية السوائل اللي بقلبها تنشف. حتى بهذا الشكل السبب انه اذا كان فيها كثير مي نحن مشان هيك انا بس بسلق البطاطا، اما بسلق اي نوع مثلا البطاطا الحلوه بخلي بقلبها بخلي القشره وما بقشرها مشان ما تشرب كثير من المي. تضيف زيت الزيتون على الوجه، اضافه زيت زيتون بالاخر، خلي يكون زيت زيتون نوعيه بكر يعني، لانه هذا نحن عم ننهي الطبق فيه مش عم نطبخ، وشوية زيت زيتون على وجه الشوربة. أنا برجع للدجاج، شفتوا الصلصة كيف عقدت، ما بدها كتير وقت لأنه لا حطينا لا طحين ولا ولا أي نوع من طحين الذرة مشان يشد، هي لحالها بس تخسر كمية من المي الصلصة بتشد لحالها. وإذا لقيتوها كتير شادة ضيفوا لها شوي من الحليب. حطيت فوقها الفستق، رح ابشر جبنة البارميزان على الوجه، انا ما حطيت بقلبها، عندي زعتر الاخضر رح فقيهم بهذه الطريقة، كمان ضيفهم فوقهم وفرمون. زعتر فرنسي هو زعتر اخضر، بيعطي نكهه كمان طيبه بالطبقات اللي عم بعملها، بشيل منهم الاعواد هولي ما بيتاكلوا. بهذه الطريقه بعد شوي صغيره كمان. صار عندي الزعتر الاخضر هون. السكين اللي انا عم بستعمله لازم يكون سكين حد، هو سكين من الاساسيات للمطبخ، يكون نوعيه منيحه وحد من له نحن، لانه بياثر على شكل الطعام وعلى الطريقه نحن اللي بنفرم فيها، اللي كانت بندوره ام اي نوع خضره، نحن بدل ما نقصها بنكون عم نعصرها، بدل ما يعني يوصل للشكل اللي بدنا اياه. نضيف الزعتر على الوجه. هون صار عندي الدجاج، صار عندي الدجاج مع الكريمة والسبانخ، ممكن إضافة أي نوع، ممكن إضافة البروكولي كمان، ممكن إضافة كمان البروكولي على الدجاج اللي عندي اياه، وعندي كمان البطاطا الحلوه ممكن استبدلها ببطاطا ثانيه اللي هي بنحب البطاطا العاديه، اما بطاطا مشويه كمان. ومثل ما شفتوا الفطر اللي عندي انا، طريقه التزيين مهمه، وهيك بكون الاطباق اللي عندي انا صارت جاهزه. هبة برجع لكم وان شاء الله كل شيء يكون على ذوقكم كمان بهالحلقه. شكرا لك شيف على هالاطباق الشهيه والشوربه، يعني طيبه كثير شوربه الفطر، وعملتها بطريقه مختلفه، يعني دائما بنشوفها هيك بانه الفطر بيكون فيها مقطع مش كثير مبين، اليوم لا، الطريقه مختلفه تماما. السبب انا اللي عملته بهذه الطريقه هبه، هو نحن وقت نكون عم ناكل نشرب السوب او محيلا اكل، لازم نحن نستمتع باي طريقه، بطريقه انه التم يكون عم بيتعرف على نكهات جديده، على 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 يعني مش كل الوقت مي مي مي، يكون في عنده الفطر المقطع، الخبز، عم بيستكشف قصص وطعمات كثير طيبه، واللي هي بتاثر نحن على حيال أكلة عم نعملها. الدجاج ممكن شقف صغيره، ممكن شقف كبيره، اضافه الخضره، ففي اكتشاف للطبق، وكمان طريقه التزيين كثير مهمه، يعني كل الشوربات تشبه بعضها. صح. مي بتعرف شيف، لانه في كثير ناس مثلا بيكونوا عاملين شوربه خضره اخر شيء بيطحنوها، بتحس انه اوكي دخلت الطعمه ببعضها، بس كمان خسروا مذاق مختلف بيطلع من كل وحده من الخضروات
هني وعم يتزوقوا الطعام يعني يمكن أفضل تركة مثل ما هي والاستمتاع بهالمكونات المختلفة فيها. هلا ممكن تركة مثل ما هي مثل ما أنت قلت، وممكن تشيل قسم من هيدي الخضرة مثلا هي زيتها، نحط لها شوية زيت ونفوتها بالفرن تنشوي تطلع مطحونة، منحط فوقها هيك الخضار المشوية على فوقها بيطلع هيك كمان شكلها، وبعندك الطحن يعني كمية سوائل أكتر من يعني من خلينا نشكل شوي صغيرة. نعم. نزهق نحن من الأكل هو زيته كل مرة. شكرا لك شيف على هالأطباق الشهية والنصائح أيضا مهم جدا. وغدا حلقة جديدة ميلاد من صباح النور وفيها أسباب داء الأمعاء الالتهابي وعلاجته، المرض يلي كتار بيعانوا منه. نعم لدينا موضوع أيضا مهم جدا عن النظام الغذائي المناسب لمحاربة الأرق واضطرابات النوم، كمان موضوع مهم بيعانوا منه. نعم. إلى هنا تكون حلقتنا قد وصلت إلى نهايتها. مشاهدينا نتمنى لكم بقية نهار مميز مع باقي برامج التلفزيون العربي 2. نعم ولقاءنا معكم يتجدد غدا في نفس الموعد. مشاهدينا إلى اللقاء. إلى اللقاء.